السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات نحن اليوم واحد وعشرين في ألفين الموضوع تاعنا دائما هو حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر الموضوع تاع اليوم هو مرشح الشعب واش هي المواصفات نتاعو أسعد بالمشاركات نتاعكم الإخوة لي تحبه هو أن هذه الأفكار التي تنشر على صفحة المصالح الجزائرية وتذاع ماذا بكم على جل باش تساهموا معنا في نشر صفحة من خلال توزيع الروابط نتاع التسجيلات أو المنشورات اللي على الصفحة نتاع المصالح الجزائرية حتى باش يصل الصوت نتاع المصالح الجزائرية إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات سواء في الداخل او في الخارج وعليكم السلام الاخ فيصل اذا كان فيه اخوه يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش مرحبا بكم معنا انا انتظر في الالتحاق معنا وتساهموا معنا في هذا النقاش كثير من الناس اللي هما ربما راهم يسندوا في مرشح او اخر هذا الناس بطبيعه الحال هما يتحملوا المسؤوليات نتاعهم امام الله وامام الامه وامام التاريخ أنا شخصيا أراني قلتها كتابة وأرددها كل مرة لن أدعم أي مرشح ضد الآخر المرشح اللي هو يلقى الدعم نتاعي هو اللي سبق حوار هو اللي يكون يحمل مشروع نتاع أمة مشروع نتاع مجتمع اللي لا إقصاء فيه ولن يتم هذا إلا إذا كان فيه نقاش وفيه حوار وفيه تواصل مع شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري ومع فئات مختلفة أما هو أن جماعة يروح يخيروا شخص أو هو يخير روحه ومن بعد يجي هو على جل الناس تساندو ودعمو أنا ما نمشي حتى مع واحد وكلهم بدون استثناء وكي ما يكونش هناك مرشح اللي هو يحوس للمصلحة نتاع الشعب واللي مع تغيير جذري للنظام ما نمشيش معاه مهما يكون هذا الشخص والله العظيم لو كان ينوض بابا من القبر غير انا اول واحد يكون ضده باش تكونوا في الصورة شوفوا ترى مع هذا عمار يفتحوا المجال الاخوان المهم الاخوة دوك نجي واحد بواحد ان شاء الله الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك الاخ عمار اهلا كيف حالك لاباس الله يبارك فيك منين راك تكلم فينا الاخ عمار انا آه نكلم فيك من قطر مرحبا بك الاخ عمار أهلاً مرحبا ورد. شفت برك العنوان المترشح الشعب ولا حاجه كيما يعني ف... نعم مرشح الشعب والمواصفات من... نتاعو مواصفات نتاعو حسب رايي ولا ولا صنداج حاجة. ولا حسب الراي نتاعك انت يا بطبيعه الحال حسب رايي يكون وطني نعم يكون على بالوضع الحالي تاع الجزائر يكون يعرف هل الجزائر الان في يد جزائريين او لا وكيفاش تعرف انت هذا؟ لا انا مش انا اللي نعرف انا قلت لك حسب رايي كيفاش الشعب واش ينتظر درك انت حنا رانا نحوسوا على رايك انت الراي نتاعك انت وانا والاخر 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 تراك تتمنى على جال باش مرشح يكون هو يمثل الاراده الشعبيه هذا هو صح والمرشح هذا المفترض هو انه السلطان نتاعو يستمدها من الشعب. لازم احنا تكون هناك مواصفات يعني مثلا مثلا هل ترى يعني مثلا أنا. يكون المرشح مثلا على كرسي متحرك مثلا هل ترى يعني المرشح هذا يكون الراس نتاعو سامحني هذه قضية كرسي متحرك لو يعني حتى لو تكون راقد وأنت متحكم في زمام الأمور والجزائر هذه في يدك تكون على كرسي متحرك ولا ولا كرسي طائر نفس الشيء. الإشكال يعني قلت لك هل الجزائر الآن في يد جزائريين هل الثروات الجزائرية مش, مش, مش ما مأخوذة من دول مش, ما مش فساد تاع أشخاص هل هو استنزاف ثروات تاع الجزائر إلى خارج الجزائر تستفيد منها دول أخرى هل الجزائريين الآن رم يستفيدوا من المدخول البترول والغاز والكوندنسيت والحديد والمناجم والجد كل كل العناصر اللي موجوده في الجدول الدوري تاع موجوده في الجزائر هل الان الجزائري راو يستفيد من هذه المداخيل هل هذه المداخيل تدخل الى الجزائر او هناك استنزاف الثروات خارج مش استنزاف من طرف اشخاص كيما كانوا يسوقوا لنا واحد الوقت انه سيداني يشرى ما على بالها به حنا رانا نحوسوا لا على باش يكون هناك تغيير حقيقي في الجزائر لا, لا وش هي المواصفات سمهر. اللي انت كجزائري تشوفها باش تكون هي في المرشح هذا اللي انت راك تتمناه باش يكون هنا يكون هو رئيس ويمثل المواصف الشعب المواصفات تاخذها من خلال المشروع نتاعو يجيب لك برنامج انت تشوف آه. البرنامج هذا هل هل البرنامج هذا راح يقيس النقاط هذو اللي تكلمنا عليهم يوم بعد يجيك واحد يوعدك يدير لك مشروع ويدير لك كما قال هش البومباردي نقلبها لكم جنة شكون شكون اللي تكلم شكون اللي تكلم من المترشحين من قبل ولا ضرب اللي تكلم على استقلال الجزائر انا سمعت انه كان مشروع عند زروال كان ماشي في, في, تحدي في ماشي في باش بش يرد الجزائر الماليه من هذاك الوقت عاودوا بزروال قالوه من الوقت هذاك ما, ما سمعناش نشوفوا في النتائج نشوفوا في النتائج نتاع الفقر تاع الجزائريين تاع المستشفيات مش موجوده تاع الجامعات في الحضيض تاع المدارس في ادنى في اسفل الاراضين هذو النتائج اللي نشوفوا فيهم اذا كل ال... كل الكلام اللي قيل بعد زروال ما مازال ما شفنا من ما كان حتى حاجه تحققت احنا نشوفوا الواقع ها انت تقترح زروال ولا لا سي با لا كيستيون زروال قلت لكم مشروع نتكلم على مشروع مش اشخاص قضيه مشروع شكون اللي عنده مشروع وطني يرد الجزائر ي... يمشي في المشروع تاع 1 نوفمبر هذا المرشحين اللي راهم نظركم ما ابدوا الرغبه نتاعهم في الترشح للانتخابات الرئاسيه كاين مجموعه من الاشخاص اللي راهم دون هو أنهم نذكروا الاسماء نتاعهم يا يعني ترى الناس هذو هما يعمروا لك عينيك شفت واحد فارزار كا وقيله كان يربي في النحل ولا حاجه كمان في النحل شفت واحد واللي يربي القطوط مازال ما خرجش ولا اخويا والله ما على بالي ممكن يخرج وين <applause> انا والله كيما نحكي لك شفت باساج في الفيسبوك تاع واحد يربي نحل كان يربي نحل وقال لهم بين المشروع تاعه قال لهم نحل الخطوط الجوية الجزائرية اسمع ما هذا على حسب الحطب راح يجيب لنا بوزنزل هذا ها آه هو نحل راح يديرهم الطائرات مباشرة راح قال لك نحل الخطوط الجوية الجزائرية اه إيه راهي هو مش بعيد على المجال تاعه على كل حال مش سما <applause> <applause> سما الحل راه يقلبوا طيارات ممكن ممكن ما نعرفوا فوق النحل ما لا بوسيبل بوسيبل وعلاش لا لا واش هو انا قلت لك يعني بار كونيسونس دو كوز انا نشوف ناس نشوف دول اللي الثروات تاعها يستفيد منها الشعب ونشوف يعني في الجزائر وعشت في الجزائر بما يكفي وما احنا هنا جينيراسيون وحده. شحال عندك و... الاخ في في قطر؟ ما عنديش بزاف ما عنديش بزاف. آه عندي واحد اربع آه... سنين. اه مازالك جديد. ملح. جديد واني ما مش متشبه بسياسة الجزائر و... وانا كنت نتبعك ملي كنت تدير في هذيك الوطنيه اذاعه وطني. اه اذاعه وطني ايه ما شاء الله. يا اخي تشفى انا مام في الجزائر كنت نحاول والله ما ممكن ممكن لا لا, أه لا أه أه ديما نشوف نحاول نتصل بك ولكن ما غير اليوم ما نكتب المكتوب. اه ها و... المهم هو نكتب المكتوب. هاني قلت لك يا كانت عندك إذاعة وطني في, في السكاي. إيه إذاعة وطني وكنا نديروا حوارات على في الفيسبوك أه أه في, في اليوتيوب. العيايبة كامل سمعت الناس اللي تحضرهم ما شاء الله يعني للطرح تاعك وعلى بالي بك من التوجه تاعك والوطنية تاعك يعني احنا نفس من لا ميم جينيراسيون يعني اه ما شاء الله اذا انت على حسب واش فهمت هو انه المرشح مازال ما ظهرش اه ما نظنش مازال مازال اه مازال ممكن ممكن واش آه راك تشوف في هذه الناس هذو اللي راهم تقدموا وهذه الطبخة اللي راها تجري ممكن على غديريا يا ممكن على غديري بوسيبل كيفاش على غدير عليه غديري قلت لك ممكن يكون هو ما الناس يفوتيو عليه بزاف ممكن على اساس واش تحب رايي على اساس اول ايه. حاجه ولد الشعب ثاني حاجه ما او مش رايي انا ممكن نقول لك يعني من الناس واش يشوفوا اه. لو مثلا يكون حزب مثلا سياسي كبير يستقطبوا ويدخل معاه مجرد على اساس واش كي لي انت هذا ولد الشعب هذا منين اه. منين ولد الشعب هذا منين منين ولد الشعب ولد الشعب جزائري جزائري ويحكيو عليه وطني إيه وكل وطن جزائريين وعلى الاخرين جاو من من ستوكهولم وكل جزائريين لا لا فرق بين الجزائر الشعب والاخرين مش ولاد الشعب اسمع انا انا الولاء نتاعي اني جزائري على بالك الولاء نتاعي يعني عند من انت جزائري وين نعرف انا الولاء تاعك عند من لما تكون رئيس جمهوريه هل عندك الامكانيات انت باش تسترد الجزائر كجزائريه؟ هو, فيه الدخلية الدخلية هو انا فيه الدوطال فاكتور هو انا قلت لك انا قلت لك احتمال انه ممكن الشعب يمشي معك كشاب ويكون ممكن انا قلت لك ممكن مش رايي انا انا تحب رايي انه مازال ما بانش الشخص اللي اللي يستاهل باش يحكم الجزائر تكون فيه المواصفات هذه يعرف الحاله اللي راه فيها الجزائر ضرك ويخدم على اساس انه يسترد الجزائر وكنت لما تقول لي باللي هذا راه ابن الشعب آه، هذا الشعب هذا وين وين يعرفوا هذا علي غديري وين يعني ترى شفتوا مثلا في مساهمات هكذا قال مثلا في معارض في ملتقيات في آه، في مشاركات شعبيه في ما يعني اشياء هكذا وقعت للشعب الجزائري. علاقة أكذا. متعديه، علاقة متعديه، علاقة متعديه. ما كانش الشيء الاسم نتاعو ظهر من خلال بيان، قال هاو بيان ينتقد السياسة هذه نتاع القايد صالح ونتاع واش وفي المقابل من جهة القايد صالح والجماعة اللي معاه دار بيان قال هذا الجماعة هذو اللي راهم خرجوا متقاعدين وهذو منا وكذا وين وين هذا راهو مع الشعب هذا؟ وين؟ الشعب عنده ترى متبقى سنوات ما يعرفوش الشعب هذا أه. خلاص هذا ظرف كيفاش نتاع هذا مباشره خرج الله بدات وسائل الاعلام مختلفه معروفه بالتوجه نتاعها انت راك الان يعني انت يا انا ما نخليش هذه الامور تفوت فهمت انت الان يعني ظرف انت, انت يا من جهه احنا دوك حنا رانا نتحدثوا على مرشح الشعب وهذه المواصفات التي يجب ان تكون في هذا المرشح نتاع الشعب إحنا ذكرنا رانا في وسائل الاعلام معروفه بالعداء نتاعها للتقاليد نتاع الشعب معروفه بالعداء نتاعها للهويه نتاع الشعب الجزائري هي اول الناس اللي رحبت بهذا اللي غدير يعني. اه هذا اكمع هناك غلبتني تحب درك نعطيك رايي الشخصي آه. هناني انا معاك انا اذا كان عندك انت معلومات انه الناس اللي عندها عداء اللي رحبت به ممكن يحبوا آه. يستطادوا مياه لما العاكره و... هذا مقرن اية العربي؟ تعرف مقرن اية العربي ولا تعرف ما تعرفوش؟ تعرف صحيفه الوطن ولا ما تعرفهاش؟ تعرف هذه الصحف الفرنكوفيليه هذه تعرفون ولا ما تعرفهاش؟ هذه هي اللي راهم واقفه معاه، هذا الناس الاستئصاليين روحهم اول الناس اللي يقفوا معاه، وكباش تجي تقول لي انت درك هذا مرشح الشعب؟ لما درك مثلا راه واحد مواطن كائن من يكون المستوى نتاعو وكائن من تكون الخلفيه نتاعو علماني اسلامي بوديست المهم راه هو مواطن جزائري شعبي معروف قال مثلا حلت كارثه في منطقه معينه تلقاه راه خدام راه قال مقفض كما نقولوا على الكومبليزون نتاعو راهو خدام راهو راه يتصدق راهو يتحرك راهو ينشط تشوفوا في جنازه تشوفوا في عرس تشوفوا في كذا في في لما تشوفوا في كذا دوك لما تقول لي هذا راهو مواطن شعبي وابن سمح شعبي سمح. لا سامحني سامحني إيه؟ سامحني اذا أنا... كان هو ذكي اذا كان هو ذكي شي هذا اللي تعرفه وهو يعرفه ثاني وهو مثلا نقول الطين الوطنيه نف... نفترض انه وطني وهو يعرف الناس هذو اكثر مني ومنك اذا كان راح مش راح راح يقبلهم واذا كان دخل رطمه في احضانهم دي ديكسيون راح تستنتج انه هذا خاطئ يا ودي راه كان معهم هذا هذا راه ابن النظام عنده اكثر من 40 سنه وهو في هذا النظام كيفاش تقول لي انت درك هذا 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 راه ابن النظام هذو راهم درك من النوع اللي راهم درك هما كل مره لما تتلطخ الواجهه يحاولوا هو انه يغيروا الواجهه باسماء مش غير وحده راهم في مجموعه رايحين كلهم يلعبوا دور واحد راهم يراهنوا على عده مرشحين كلهم من اجل بقاء هذا النظام اسمح يعني معاك خليني نكمل لك هضرتي شوف نعم. هذا النظام هذا اللي تقول انت كل مره تفسد الفصاد تاعو ويحوسوا على ينطر فصاد شفناها مع بوضياف شفناها مع زروالي، شفناها مع مع بوتفليقة شفناها والان علي غدير المشكل مش في... ماهوش فيه هو لو هو يكون وطني وقادر يدور على الناس هذا ما دار عليهم بوتفليقة المهم انا في رايي في... نعم راك معايا ولا لا بوتفليقة اخي هما اللي جابوه بوتفليقة هما اللي جابوه دار عليهم ولا لا؟ على من دار الناس اللي جابوه 99 واش كنا نقولوا الجزائر في يد من؟ في يد من؟ سنوات 90 99 قبل ما في يد ي... الجيش مازالها في يد الجيش بوتفليقة الان اللي راهو يعتقد من انه بوتفليقة راهو يحكم هذا الراس نتاعو فيه حمار متكسل راهو جاي حمار في راسه متكسل راهو برك ثم بوتفليقة راهو من عداد الموتى يا رب العالي وكتش تفيقو راهو من عداد الموتى درك هما هاد الناس راهم هما ماذا بهم لانه راهم خايفين من من واسمو ربما من انتقام والله هما ماذا على جلبش هما يستمروا في الى اخر اخر لحظه فهمت راهو كاين درك كاين بعض هاد الناس اللي راهم درك هما كانوا مع الجماعه التوفيق باش ما نضلوش ندوروا نيقوش ندروات هذا اللي غديري من جماعه التوفيق فهمت لي بن فليس من جماعه التوفيق وراهم مجموعه اخرى درك راهم كاينين اللي هما خسروا مواقع فهمت خسروا مواقع آه في الرئاسة في المجلس الشعبي الوطني في مجلس الأمة في مواقع كثيرة خسروا مواقع وكانت ما عندهمش الطريقه اللي يتحركوا بها اللي يتحرك يقصوه دوك الان جات الفرصه نتاع الانتخابات الرئاسيه درك هما عندهم مجموعه نتاع مرشحين راهم يحاولوا ما انه يسوا هما على بالهم باللي دوك قال مثلا راهو هذا غديري طف شوفوا له كش ما حاجه والله ذيك ما يخليوش الملف نتاعو يفوت في مجلس الدستوري دونك هما لازم يراهنوا على مجموعه مش غير واحد برك راهم في مجموعه يلعبوا في دور واحد وهذه ان شاء الله نديروا لها برنامج نخصوه نتاع مرشح تاع الدوله العميقه نديروا لها برنامج نعم شوف الدولة انا نقول لك باختصار باختصار هذه الدوله العميقه اللي تتكلم عليها اذا ما ردتش الجزائر مبادئ اول نوفمبر ما هيش دوله عميقه واذا كان دوله هذه العميقه اللي... هذو هاد... نتاع الدوله العميقه ذو حركه فهمت هذو خوان ما آه عندهم حتى علاقه بين بال... 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 اول نوفمبر هذو هذو خوان وحركه انا هذو نرجع هذو انا نقول لك لو... أنا, س... انا سالتني عن المترشح اللي في دماغي انا هو يكون وطني فقط يخدم على استقلال الجزائر هذا هو المترشح تاعي ماذا بينا خويا فهمت ماذا بينا مك... انا انا هذه امنيه ولو تو ترجع لراينا الشخصي والله لك سامحني الاخ عمار اذا كان انا لا اشك في في النيه نتاعك ونحسن بك الظن ولكن بالعقليه هذه اللي انت راك تتكلم بها انت راك تخدم فيهم هذا الم... لا هذا لا هذا الوسم هذا راهو يخدم لما انت تجي انت تقول لي باللي درك هذا هذا غديري ابن الشعب ولما تقول لي باللي درك الدوله العميقه معناتها باللي راهم يحوسوا على بين او نوفمبر لا لا لا, لا 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 تقل... لا انت سامح انت تكلمت على الدوله العميقه قلت لك اذا كان الدوله هذه العميقه الولاء تاعها لغير الجزائر ما هيش دوله عميقه هكذا رايي انا قلت لك اذا كان هذه الدوله العميقه اللي تكلم عليها انت اللي تخدم الصالح واحد اخر مش لصالح الجزائر انا ما نستعرفش بها نهائيا شوف الواقع بيناتنا الواقع الواقع هو اللي يفصل بيناتنا هذا ما كان الواقع هو اللي يفصل بيناتنا سلم ما تروح تشوف الجزائريه المدرسه الجزائريه شكون اللي راهو يشرف عليها شوف المؤسسات المختلفه شوف الاعلام شوف الرداء اللي راها مستشريه شوف حاله التخنيث شوف حاله المخدرات شوف شوف الرساله نتاع واسمو نتاع الشهداء اللي ناضلوا من اجلها شوف الدوله اللي هما داروها في البيان نتاع اول نوفمبر شوف كل هذه الاشياء وشوف هذا الناس هل ترى راهم هما يجسدوا في هذه الرساله نتاع الشهداء هل ترى هما اوفياء هذا الوسم المجاهدين وهذا الشهداء والا راهم هما راهم يدمروا في الجزائر بالتقسيط الواقع يقول باللي هذا الناس راهم دمروا الجزائر الله يدمرهم الله يدمرهم ان شاء الله ولكن شوف خلينا باش نختموا برك نخليوا الفرصه للناس انا حبيت نقول نعطيك راي ضرب انه مش الشعب اللي راح يح... ما هو الشعب اللي راح يحدد الرئيس وانا شخصيا لا اؤمن بالانتخابات ولا بالراي الاغلبيه ولا باي شيء لانه اغلبيه الناس ما يقدروش يحددوا ما يعرفوش صلاحهم هذا الانتخابات تاع 90% ما يقدروش لازم نخبه نخبه تاع ناس وطنيين رجال كيما تاع 22 لو في الثوره استشاروا الشعب راح الاغلبيه يقول لهم ما نحاربوش فرنسا ولو نعم شكرا للاخ نمر الاخوه سامح نكمل نعم لك برك دقيقه ونكمل لك دقيقه برك نكمل لك دقيقه راهم ينتظروا الاخ عمار نعم برك و... نكمل لكم بعد نعم. نقطع انا نعم تفضل الاخ عمار ها خويا اسمح لي شوف نعطيك مثال برك آه تاريخي وديني لانه المرجعيه تاعنا هنا دينيه وتاريخيه نعطيك مثلا في آه ابا بكر الصديق كيفاش كفاح دار الخلافه لو كان راي الاغلبيه ما كانش راح يديها سمع ما شكرا وعليكم السلام الاخ عمار تسمى من خلال الكلام نتاعك انت يعني مع انت ابا بكر الصديق رضي الله عنه دار انقلاب يعني تسمى انت راك جبت لنا راي تاع الشيعة انت <applause> يبدو هو انك راك تستعمل في التقية أه نمر عز الدين الزدين عز الدين عندك مشكلة في الخط نتاعك أه نشوفوا هذا الأخ مصطفى عطيل شوفوا الأخ هذا مصطفى المهم الإخوة بالعقل إن شاء الله راني كل كل مرة نطلع واحد الأخ مصطفى راه جاتك الدعوة ولكن يبدو هو انك رفضتها نمر الاخ امين ضيف هذا اخ امين عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك شوفوا الاخ عماد وقال شوفوا ترى الاخ هذا يا الله يا كريم المهم الاخوه ما أعذروني يا راني هذه الايامات راني منفعل جدا البارحة من كثرة الانفعال ما قدرتش ندير برنامج راني منفعل جدا وراني نحاول قدر الامكان على جل باش الواحد يمسك الاعصاب تاعو ولكن تشوف الناس يعني البلاد يبيعوا فيها بالتقسيط والناس يخدموا فيهم بالجهل نتاعهم بالغباء نتاعهم بكذا ما راهم فاهمين هذه المخططات نتاعهم ما راهم يخدموا ولا قاعدين يتفرجوا بالعكس نواب قراصن عندهم الاخ يبدو هو انه راه عندك ضعف في الخط نتاعك المهم الاخوه اللي عندهم ضعف في الخط ما نقدرش نبقى معكم هكذاك اخ عبد الحفيظ بن سعيد شوفوا ترى اخ عبد الحفيظ بن سعيد عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك شوفوا الاخ هذا ابو عندك خلل في الهاتف نتاعك شوفوا هذا اللي يرمز للاسم نتاعو فريد سعد الدين لا الله. أربي بارك الله الله ربي يبارك فيك الاخ فيصل عاودي واش دير راه الوعدي والله عارف تشوف هكذا على بالك بلي غادي تحت حكمك الكوليرا فهمت يجيك واحد في ألفين وسعطاش يقولك سبيسيفيك تقول نروح نجي, نجي في كشكاف ونهز قرداش ون... ونبدا نندب فهمت ماشي غير غير تتقلق تقول نروح نجي في, في كاش غير الواحد ملقاوش يهضر يا الله يا الله المهم في انتظار انه يطلع هذا الاخ هذا للاسف شديد عنده ضعف الخط المهم الاخوه اللي جربت معكم شوفوا ترى مع الاخ هذا امين مساوي بالك لا الله يقدر يطلع امين هذا بالك لعل الله يقدر يطلع المهم الاخوه اللي راكم موجودين في القائمه اللي راكم تكتبولي لي انا راني نطلع في الناس اللي راهم في القائمه اللي راهم موجودين كاينه ثم خاصيه على جل باش تضيف روحك في القائمه وانتظر راني كل مره نجرب مع واحد كاين اللي مرات تلقى واحد عنده ضعف في الخط مرات كذا عندك 5 جي ولا عندك اللي اه والاخ هذا راني طلعته الاخ امين من بعد رفض ال شوفوا ترى هذا الاخ حاتم تاع النبا اللي طلعته يعني دخل مازيدش عاود ينتظر راه كاين اخوة راهم نعطي لهم الفرصة والانسان اللي انا جربته على جل باش نطلعه وما طلعش نعطي الفرصه للناس اخرين ما نبقاش نجرب معاه خاطر كاين الناس اللي راهو درك ما يعرفش حتى المشاركه ويحكم لك الوقت يضيع لك وقتك الاخ حاتم مرحبا بك اخ حاتم مرحبا بك شوفوا هذا الاخ اللي يرمز للاسم نتاعو ميشيل الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بميشيل راني طلعتك يبدو هو انه عندك خلل لوسيان ميشيل راني طلعتك عندك خلل في الهاتف نتاعك هذا عصام الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بعصام انجينيور راني حاولت باش نطلعك يبدو هو انه عندك مانع شوفوا ترى هذا الاخ جمال بويحياوي بلك المرة هذه يطلع هذا وقيل اعتقد عنده عدة ايام والله يحاول السلام عليكم بلك لا المرة وعليكم السلام مرحبا بك الاخ جمال مش راك لاباس الحمد لله الله يبارك فيك الحمد من راك تكلم فينا الاخ جمال انا كلم فيك في فرنسا فرنسا مرحبا بك، <applause> ايه شاركت معايا الاخ جمال. اي آه والله بارك الله فيك شاركت معك المرة الأخرى وما على آه واحد السي المهم. ما فيش مشكلة، الموضوع آه تاع اليوم هو حول الانتخابات الرئاسية على بالي على بالي لا كيفاش لا بالي. أنت تشوف؟ أتفضل يا سيدي مادام على بالك تفضل. بسم الله بسم الله. بون الانتخابات الرئاسية شوف كاين أنا رأيي كاين زوج حاجات. كاين حال الوضع الوضع الأمثل ولا صادر سيليديا اللي نقدروا يعني نهضروا عليه. هو كما كنت تقول انت يا صدر طيب لازم مقبل قبل الانتخابات تكون كاين حمله تحسيسيه مع الشعب يبينوا البرنامج تاعهم يوعوا الشعب هذا زعما اللي نقدروا نحكوا عليه هو مترشح يقدر يكون مترشح زعما كونديدا بور لي بريزيدونسيال لازم يكون مقبل قبل الانتخابات صدر اربع سنين ولا خمس سنين مقبل يحكي للشعب يبين البرنامج تاعو يوعي الناس يدير حملات تحسيسيه يهدر مع الشعب يدور على كاع الولايات ماشي سنة شهر ولا شهرين هكذا نعم. انا معك معايا دكتور نعم هذه حاجه وكاين الواقع الواقع واش يفرض في روحه دوكا هنا دوكا بقاونا ثلاث شهور على الانتخابات نعم. فهمني كيفاش الناس نعم. قد سنة هل يتر... اه هل يترشح بوتفليقه ما يترشحش يسنوا آه... يسناو ولكورو... لكور... لو كور الكتورال وقتاش يعيطولو كيعيطولو دوكا مالوروزمون وحاجه نحشمو كي نقول شوفوا الناس كاين سيتان بيرسون اللي عم يترشحوا شوفوا سيتي هذا سبيسيفيك هذا المكاز هادو ميه. اسمع شغل صافي مالوك كي راك فاهم بلاد بحد الجزائر ما كاش الناس ما كاش شخصيات اللي تقدر زعما تقدر زعما صح تمثل الشعب وتمد برنامج صحيح باش دير التغيير في البلاد هذه وكاين اللي انا نهضروا عليه علي غديري اللي انا شخصيا ما ما عندي مبدا ما نامنش بالعسكري لو ميليتير ما نامنش به بالنسبه لك فوالا ايه ابن السيستم ثاني آه. من... ابن السيستم مازالت الكاسكيطه كما قلت المره اللي فاتت مازالت الكاسكيطه مازال دايره الوسم والخط هذاك في راسه مازال عنده فهمت مسار نور عم ديجا مازال ما صفاوش من من الوسمو نتاع العسكر فوالا دونك تما ان يبقى ميليتار دونك دونك كي نغربلو الساحه نغربلو هذا المترشحين اللي كاين ما كاش واحد زعما فريمون تقدر يلتف عليه الشعب هكاك معايا دكتور انا بون الى يومنا هذا اليوم نهار انا اليوم الاثنين مازال ما كاش مترشح تقدر نهضرو عليه ونتلفوا حوله باش نفوتيو ونديروا هذا التغير اللي نهضروا عليه بصح ما انا واش راني نشوف فيها راني نشوف فيها رايحه هكذا يديروا دي ليافر صادير يديروهم دي جوست هكذا جوست بور لا فورم يشبحوا بهم للحاله ويعاود يديها مترشح تاع النظام دونك اسكو يكون بوتفليقه ولا بيرسوناج واحد اخر هذيني ما هذيني ما نقدر وما ما يقدر يجزم عليه ما ديه. واذا عندكش مع وإذا عندكش معلومه فيدنا اذا عندك راك شوف. عارف اللي ولا واحد اخر انا كل المؤشرات كل المؤشرات تؤكد بلي الجماعه هذو اللي راهم في السلطه راهم رايحين يمدوا الوضع كل المؤشرات تلما تشوف تشوف يا الناس راهم حدوا الموعد نتاع الانتخابات في وقته الأحزاب قال اللي راهو قال مثلا يفترض فيها هي أنه قال مثلا تقوم لو كان جات راها كيما نقولوا راها كاين انتخابات حره. كون هذه الأحزاب هذه المواليه كون هي أول الناس اللي راهم هما راحوا لأنه هما اللي راهم على صله مباشره بالأجهزه المخابرات والأجهزه نتاع وزاره الدفاع ووزاره الداخليه والرئاسه كون هما الأولين. كون راهو قال مثلا راهو يحيى راه مرشح راه بالخادم راه مرشح راه عمار غول راه مرشح هما الان المؤشرات تؤكد من انه راهم كتله واحده <applause> وفي المقابل كاينين ناس هما راهم يدعي والمعارضه يدعي والمعارضه معنى انه راه جهه تلعب في دور تاع ولا وجهه تلعب في دور المعارضه ولكن هما في اثنين راهم رايحين يمدوا النظام احنا نحوسوا على مرشح اللي هو يرمي هذا النظام المزبلة التاريخ المزبلة طول ما كانش هذه نتاع نص نص شوي, شوي مزبلة التاريخ هذا النظام يروح هو بالحمير تاعو فهمت تاع استاذ استاذ هذا قال قال استاذ هذا الناس وش هما استاذ واش يديروا هما الوسمو أه يعني نديروها حسابات مات فهمت واحد يساوي واحد اوكي واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زايد واحد, زايد واحد كذا من بعد خمسة ولا عشرة عشرة قال ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد تساوي ربعة ربعة نقص اثنين تساوي اثنين اثنين نقص واحد يساوي واحد فهمت؟ <applause> حسابات مات هما ذركا المرشح نتاع السلطه بوتفليقه ولا اللي راهو راح يخلفه بوتفليقه ولا اللي راهو راح يخلف كاين احزاب <applause> راه تدعم فيه راهو عمار غول راهو واسمو نتاع الجهاز تاع الافلان راهو ويحيى احزاب منظمه ومهيكله على مستوى 48 ولايه فهمت <applause> <applause> الحزب الوحيد الحزب الوحيد اللي راهو عنده مناضلين ما نقولكش عنده قاعده شعبيه عنده مناضلين عنده مناضلين مؤمنين بالفكر نتاعو مؤمنين بالمنهجية نتاعو وراهم يخدموا طول العام هو الحزب نتاع حمص فهمت هو الحزب نتاع حمص حزب نتاع حمص راهو عندك صوره على محمد مرسي في مصر ما تظل دور نيغوش ني دروات راهو عندك محمد مرسي راه في السجن بالتالي ما تنتظرش انت درك هذا من مقري انا إيه جلبش هو يصير لك رئيس جمهوريه الا صار رئيس جمهوريه ما انت باللي مصر الجزائر راهي ماشية ماشيه كيما مصر غير اسمح لي استاذ معليش 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 خليني ندخل دقيقه برك معليش انت حضرت نعلم على على لو مصر الوضع في مصر. خلاص برني نكمل لك الفكره. راح كمل لي خليني باش نبدا. القضيه هذه القضيه هذيك هذي هما راهم كيفاش راهم يديروا. كمل عندي باش عندي راهم كاينين مجموعه من المرشحين لا لا نسمع لك نسمع لك. هما راهم كاين مجموعه من المرشحين. هذه المجموعه نتاع المرشحين هما ما راهمش رايحين يفوتوا. هذو راهم ابداوا الرغبه نتاعهم في 200 في 300 في 400 كل واحد كيفاش راه يقوم واحد راه يتبهلل واحد راه يدير في السرك واحد راه يضحك واحد راه كذا كاين منهم درك هما هما اللي راه باعثينهم يبعثوك واحد خضار قالوا روح ترشح واحد كوافور قالوا روح ترشح واحد كوردوني روح ترشح هما هذيك الاشكال كلها من اجل على جال باش انت تولي تشوفي بوتفليقه ودي والله غير أخويا والله غير انا ماذا بيا لكن راه بوتفليقه ميت غير زيد خرجوه حطوه في البلانكار وعقبوه معليش انا قابل وما يحكمنيش انا واحد من هذو هما هذا هوش اللي يحوسوا يوصلوا ليه، هذو كلهم راهم يخدموا في مرشح السلطة، بالإضافة كيما قلت لك أنا فيها فيه عملية فرز، هذا علي غديري هذا نأكد لك راني يعني نتكلم لك بالصوت وبالصورة، والكلام تاعي راه مسجل، والله لو كان ما يمشوش معاه الجماعة هذو اللي راهم تاع الجيش هذو اللي راهم خرجوهم تاع وش اسمهم. هذا نتاع المتقاعدين وليك ويمشيوا له على مستوى 48 ولايه مع به الجيش ينموا التوقيعات ايه قسما بالله ما يلم التوقيعات راني نتكلم لك من منطلق تجربه كاين كاين مجموعه مه. لا يتعدون ربما الخمسه اللي هما راهم رايحين منهم اللي راهو رايح يلم التوقيعات اذا كان ترشح مقري ممكن بلا يفوت يفوت في الترشيحات مه. اما هذوك الجماعه الاخرين هذاك نكاز وهذوك الجماعه اللي راهم يديروا في السرك واحد منهم يفوت راني يعني نقولها لك ضرك الكلام تاعي راه مسجل فيما بعد درك هما هما ما يحتاجوش هذوك الهيشر هذوك هما راهم عندهم ذوك مجموعه في, البو في, البرلمان في خمس دقائق ان تيكستو ديجا راهم عندهم الاستمارات هذوك في ربع ساعه في ربع ساعه يلموهم وهو ما عنده أرباب المال راهو عنده حداد عنده طحكوت عنده ذيك عنده ذيك هذوك بالحمادي ما يحتاج حتى واحد راه الناس كلها تحت الخدمه بالاضافه الى وسائل تاع الدوله درك هما لما يتحركوا هما راهم مش راحين يجبدولك لك راحين يجبدوا هذا المأساة راحين يجيب لك قالوا دي المشاريع وكذا 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 وراه موش غربت في اللي قال لي راه يخدم راه اجهزه راه كذا راه كذا راه كذا ودرك هو راه مريض صحيح راه مريض راه كذا وكذا ولكن راه اجهزه تخدم ويعقبوه وهذا بن فليس هذا اللي راه ترشح هو في 2004 وما فاتش وزاد ترشح في 2014 وما فاتش كاين درك من الناس اللي راهم الروس تاعهم مضروبين بالكادنا غور يقول لك بلي او مش ما فاتش هو راه ربح بصح زوروا له ايه ربحوا وزوروا له وذكر في 2019 ما راهمش يزوروا له <applause> راه راهم رايحين يزيدوا يعاودوا نفس السيناريو هذو لو كان ما تكونش كيما قلت لك ناس مؤمنه بتغيير حقيقي وتكون مستعده للتضحية التغيير ما يكونش غير كونكاني هذو كلهم راه ميساهموا اولا في تقسيم حتى الشعب من خلال هذا الشيء اللي راهم يقوموا به ورايحين هما يخدموا في مرشح السلطه مجتمعين كلهم مم. تفضل بو. الاخ بارك الله فيك صحيت معليش انا راني شو داكور افيك راني مع راني معاك في واش هضرت هذه راني معاك مي كاين حاجه لازم نفهموها سي لا سي لا تاع انا رايي رايي هو الشعب شوف الشعب والمفصل الشعب هو هو لاربيت هو لو جوج نهار يكون عنده الشعب هذا الشعب حنا نقدر اليوم هضرت لي سيتيت ليكزوم تاع مصر مصر نشوف ندو منها اكزوم صغير بر. الشعب هو دار فوت فوت على مرسي هو اللي هو اللي فوت عليه ما فرضوا حتى واحد فوت على مرسي ابري الشعب كي ما عندوش ثقافه ديمقراطيه لا ديموكراسي سي سيت ان جو شكون سنين تخير واحد ماشي عامين ونص ما عجبكش تنوض راك كيفاش لا ديموكراسي فيها <applause> الكوتي بوزيتيف اي فرنسا فرنسا هنا فرنسا فرونسوا هولوند كي دار سي سي لو بيير بريزيدون <عزان> دو لا سانكيم <applause> ريبوبليك بصح كم خلالو نكملو الموندا تاعو راك فاهمني كيفاش دونك حنا اذا حنا الشعب الجزائري اذا يكون عنده وعي تاع <applause> تاع الديمقراطيه حنا نلتفوا على شخص واحد مانيش ما نقدرش نسيتي لكم اللي راهم كاينين هنا في الجزائر مي كي تلتف <تق> عليه تفوتي على المشروع تاعو <applause> يا اخي عطي الفرصه تاعو في خمس سنين في موندا عطي له موندا في يدو ما قنعكش تي لو بلاص ما كاش هذه واحد شدو ويصايا كيما حنا يجي واحد حتى يموت صادير شغل تخير واحد شغل شغل وسمو الزواج زواج وفيه طلاق راك فاهمني كيفاش دونك نورمالمون حنا كيما مع بوتفليقة بريمي موندا تاعو الشعب ما شاف ما شافش فيه الفايده ما شافش ان ريال في كوتيديان تاع الشعب اي لو رون صح البروبليم حنا الشعب تاعنا راهو او اورجو ما رأوش خمم في السياسه ما رأوش ما عندوش مترشح من حنا باك انا نهضروا بالا كاين جماعه مياميتين هكذا انا نهضروا اليوم من الناس ما راهمش دايرين هذو الانتخابات ما راهمش دايرين نو... لهم ما نو... حساب علاش باسكو اي زون لا كونفيونس الثقه راحت هذا هو سي بلو <مع> امبورطون باسكو بوت في لي يموت يترون هذو الشخص تقدر تبدلو بصح الثقه صعيب باش تعاود تربحها الثقه <مع> هي مشكل الثقه والله غير الثقه هذه الثقه هذه لازم شوف لازم ناس لازم واحد لازم ناس نزهاء دي جون بروب قايا ناس الناس يدير فيهم الثقه اخ جمال فهمتني يا استاذ أنا. شوف هذا النظام هذو راهم موش مجموعه اللي راهم قال مثلا كما في فرنسا اكزامبل تقول لي انت فرنسا فرنسا قال لك مثلا هذا ماكرون المؤسسات راها موجوده قبل ما يجي ماكرون مم. وذك هذا ماكرون هو راه جا جاب كيما يقولوا الطف تاعو، فهمت جاب ليكيب تاعو، راه قال مثلا عنده عنده مؤسسات اللي راهو هو ربما خاضعت له ولا، ولكن المؤسسات باقي المؤسسات راها هي تابعة للدولة الفرنسية، ويقدروا مم. ما يضغطوا عليه في أي وقت ويروح، ولكن هذا النظام، النظام هذا راهو هو اللي صانع هذه المؤسسات في الجزائر، يعني نعطيك كمثال. كم <تشفت> تروح انت قال مثلا المركز هذاك نتاع السياحه في واسمه في زيرالدا وفي تروح واحد راهو يحاكمه من وقت بومدين وهذاك الشخص اللي راهو يحاكمه راهو من المدراء وهذيك الاجهزه اللي راها حاكمه هي الفنادق وراها حاكمه هي الشركات السياحيه وكذا كلها خاضعه للاوامر تاعو كاينين الناس اللي راهم هما في مستويات وحده واحد اخرى راه واحد قال مثلا مجموعات حاكمين النقل مجموعات حاكمين قال الاعلام الالي مجموعات حاكمين قال مثلا بضائع مجموعات حاكمين قال مطار حاكمين قال الموانئ الاداره الى غير ذلك هم راهم صانعين درك هذو لي كلون هذو هما يمشيو قال درك راهم هما قال شكون بوتفليقه روح امشي ومستعدين هما يروحوا الى ابعد الحدود الى ابعد الحدود حتى الموت مستعدين بالتالي انت درك يا اما هو انك تشمر على الذرعين نتاعك وتستعمل الوسائل السلميه ولكن في نفس الوقت لازمك تعرف باللي راك مع خنازير 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 متوحشه فهمت راك مع خنازير متوحشه ما يخافوا لا ربي ولا العبد ما على بالهم حتى واحد مستعدين هما انه يرفسوك مستعدين ياكلوك مستعدين يديروا كل شيء دوك انت لازمك كيما يقولوا تعدل الرجال نتاعك فهمت وراك انت راك ماشي بطريقه سلميه ولكن في نفس الوقت لازمك تدير في بالك, بالك باللي راهو كاين الغدر راهو كاين التزوير لازمك تسهر ولازمك تحرص ولازمك تتعب ولازمك توجد روحك للتضحيه ما راهمش رايحين هما قال ودي هاي السلطة بطريقة سلمية واللي دها دعا هذه في المنام ما تشوفهاش معهم في المنام في المنام ما تشوفهاش بصح استاذ استاذ شكون لو غارون شكون هو اللي. شكون هو الضامن في الانتخابات شكون شكون اللي يضمن تدير الثقه في اللجنه اللي يديروها تاع تاع مراقبه الانتخابات ولا تنظيم الانتخابات لا 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 لو غارون سي لو الشعب لا. هو الضامن الشعب أيوة. قلت لك أيوة. لازم أيوة. لو بيبل يدوا سامبليكي أيوة. حنا والله أيوة. غير شوف انا والله انا ما نلومش النظام باسكو النظام هو ك... هو حاجه عاديه ويدير فيها هو البروتيج سي زانتيري هذا هذه ال... اللوبي هذا اللي حاكم البلاد البروتيج سي زانتيري هذا سي نورمال يطلق لك يقول لك هاك انت امبوسيبل هذه راك فاهمني كيف بصح البروبليم راه في الشعب الحق هذا لو يبروتيجي فيه اللوبي يديهم في حق الشعب لو ينتزع هذا لازم الشعب هو اللي يريكلامي حقه

شي قال مثلا ها هو مرشح يبدا هو يعيط ويبدا هو كذا وقال هذا راه هذا وقال هذا في حل هذا انا هذا الانسان اللي قعد هو حتى 2019 يجي هو دوك <applause> يهضر لي هو على مشروع المجتمع صار هذا اللي غدير يهضر على مشروع المجتمع وجمهوريه جديده وين كنت انت؟ كنت في جمهوريه قديمه والله وين كنت؟ كنت في هذا النظام <applause> انت واحد من الناس <applause> اللي كانوا هما هذا الانقلاب تواحد من الناس اللي كانوا يساندوا في بوتفليقه تواحد من الناس اللي خلقوا هذا الوضع توكا انا جيتوكا قدوه ثانيه زيد جينا جنرال توفيق وقالوا والله راه معارض اليوم راه معارض للحوثه الخامسه وهو مترشح هذ الناس اللي هما كانوا صانعه هذا النظام هذ الناس اللي هما ساهموا في هذه المرحله من 92 نقولوا وي 92 وواحد اذا خلاص اما جينيراسيون قديمه روح بسلمه بالعافيه توع الناس بكري يقولك اللي يخلص وقتو ما يطلعش في وقت الناس خلاص يا صاحبي اديتو اديتو شي اللي عليكم روحوا راكم تلقاو الحساب تاعكم عند ربي ولكن خلاص هذا النظام هذاك مثل التوي وهذاك المثقوب ولا مثل السياره في كل عشرة مترات تحبس خلاص الان لابد من تغيير حقيقي تغيير جذري لهذا النظام لابد هو ان تتغير هذه النمطيه تتغير هذه الاساليب نتاع التسغير تتغير الوجوه تتغير العقليات تتغير المفاهيم يتغير السلوك نتاع نتاع هذا هذا الناس تبدا تمشي الناس وحده وحده اما هو انه تروح تجيب شخص استاذ واحد يجيب لك نعطي للمعلم نزيد له في الشهريه نتاعو وواحد والمراه الناس اللي راه مع نسات هذوك ندبر لهم انا كيفاش يتزوجوا وواحد الحراق قال لي راهم في الخارج انا نعطي لهم باسبورات اودي روح تلعب على استاذ استاذ روح. اسمح لي اسمح لي استاذ اسمع شوف شوف هذو اللي منح... أمنا... شو ما تهضرليش على هذو اللي راهم ترشحوا دوكا باسكو يسون لا بور كريي لو بوز هذو مستوى منحط احنا ما من نقدروش ما نا... نهضروش عليهم باسكو نهضروا عليهم دخلوا في, ف في... ف نهبطوا المستوى ونولوا لهم هضر لك انا اللي اللي نقضي على العنوس نقضي على مستوى تاع قهاوي ما نهضروش عليه ما نحبش نهضر عليه باسكو انا نهضر لك حاجه استاذ سي بلو امبورتون دوك نتايا دوك حنا كاين كيلكو زان اللي كانوا سي دي زونسيان مينيس سي دي زونسيان ريسبونساب كيما هذا ان اونسيان ميليتار شوف نعمل بحاجه انايا الانسان كي يشوف الظلم يسمانيفيست في الدقيقه هذيك سوا ترفد يدك قال السلام عليكم انا ما رانيش معاكم بصح اذا شاركت في هذاك الفساد ما مع... تا بلو دروا خلاص راك عندك كازي جوديسيير تاعك راه معمر خلاص عندك ينطاش ينطاش دونك سي بون حنا الشعب تاعنا ما مد... لازم واحد نظيف لابس الابيض بصح باش اللوم هذا شنو اللوم المعارضه ما نلومش السلطه من م... اللو من اللو من السلطه ما نلومهاش السلطه قلت لك راه كي يقول انت واحد راه يديفوندي سي زانتيري انا ما نلومهمش انا نلوم انا المعارضه هذه نعيط لها السلطه نعيط لها موالاه بيس موالاه هكذا بيس ما كاش هذه س... ما كاش معارضه في الجزائر هذا هو المشكل واللوم ثاني النخبه والرام لي زانتيليكتويال الجيريان مانيفيستي فو باسكو فو سيري جوجي باسكو التاريخ يحاسبكم ويحاسبنا كاع احنا حنا لا جينيراسيون اللي خلات الفساد يدوم لا حنا لا جينيراسيون اللي داي البلاد للتهلكه حنا اكثر من لا جينيراسيون اللي كان يقول لك علاش م... علاش في الف... وقت الاستعمار ما, ما ناضوش قبل 54 حنا رانا اكثر منهم حنا رانا اكثر منهم والتاريخ ولادنا يحاسبونا يقولنا لنا انتم ما... ما 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 دفعتوش على بلادكم وهاكو بعثينا للتهلكه وحنا معليش كل واحد يغير باللي يقدر حنا نغيروا بالك ما عندناش لو بوفوار حنا ما عندناش لو بوفوار انا الشجاع ما عنديش <applause> وما <لبو> بصح <applause> نغيروا بالنطق راك فاهمني انا ثاني دي غير تغيرني عمري وشها 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 دي تقلق نتقلق باسكو بلادنا مي واش راح واش 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 نقدروا فهم شكرا الاخ جمال بارك الله فيك السلام عليكم يعطيك الصحه شكرا شكرا المهم الاخوه معذره ما نقدرش نطلعكم كامل أه... نحاول هو انه كل مره نطلع واحد آه، نشوفوا ترى هذا الاخ آه، هذا اللي يرمز للاسم انت للاسف الشديد اللي ترمز للاسم نتاعك بخاطيروف الاخ نادير الاخ اللي قلت لك كيفاش تشارك الاخ نادير نفس الشيء عندك مشكله في الخط تاعك شوفوا الخليل هذا اخ خليل شوفوا هذا الاخ خليل للاسف الشديد نفس الشيء الاخ خليل اللي ترمز الاسم نتاعك ب ميرينغ ولا مش عارف المهم عندك كان بلوكاج الاخ عز الدين شوفوا ترب لك المرة غادي تفوت ومن بعد نزيد نلحق الاخوة الاخرين الاخ عبد الحفيظ راني طلعتك قبيل عندك مشكلة في الخط تاعك شندير لك اصاحبي الاخ اللي طلبتني قلت لي كيفاش نديرو لازم تكون داير لا دير الميزاجور تاع دير الفيسبوك تاعك اوكي دير الميزاجور الاخ عز الدين مرحبا بك مرحبا صديقي واش تقولنا الاخ عز الدين في الموضوع تاع اليوم شوف النقاش اللي راكم تكلموا فيها احنا الرئاسيات انت تعرف باللي يعني في المده هذه اللي فاتت كنا يعني كانت ضبابية كانت ضبابية أول شيء يعني نقطة إيجابية أنه يعني التاريخ تاع الانتخابات ولا معروف يا أخي أقدر أيوه. أوكي الآن المشاركة المشاركة أنت شفت يعني أحزاب تاع المعارضة كما تاع حمس كانت تطالب انه تمديد العهده يعني هذه حزب تاع معارضه يطالب تمديد العهده آه و يعني وتعديل الدستور وكذا باش يكون يخلي الرئيس الحالي اللي كما قلت انت يعني آه ميت حي آه يبقى آه آه الان المشكل اللي كاين يعني اللي في اللعبه السياسيه انا ما ندخلش يعني بدون ذكر اسماء وما نجرح في, في الناس لا ما عندي مشكله انا نتكلم يعني يعني بدون خطوط آه حمراء يسمى شريطه الاحترام آه هذا ما مكان نتكلم على هذا أه آه مكان احنا ما نجرحوا في اي انسان لان الدستور لا اذا كنا احنا ناس حقوقيين ونعرف ونعترفوا يعني بحقوق الانسان كل واحد تتوفر فيه الشروط يقدر يترشح حتى لو كان ابن النظام لكن الهيئه الناخبه الهيئه الناخبه يعني الشعب لازم يتوعى لكن كيفاش يتوعى؟ السياسه يعني الحقل السياسي اللي راهو موجود في الجزائر الان ما يخليش ما يخليش للشعب الوعي كل الاحزاب حتى يسموها يعني نسميوها معارضة لكن هي مش معار هي ما عندها حتى شيء في المعارضة الأخ عز الدين من راك تكلم فينا الأخ حضر. عز الدين أنا أتكلم بالأردن يا صديقي آه أوكي شوف الأخ عز الدين في نقطة أنت أثرت نقطة آه، نتاع هذه نتاع حركة همس أنا ما عندي حتى علاقة بها باش تكون في الصورة ولكن لا لا هي... أنا مش لا 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 معليش النقطة 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 مهمة للنقاش النقاش على جلبش باش نثريوها آه, آه. هذا المجموعة درك هذو حركة حمص لا أعتقد هو أنه أثاروا هذه المسألة تمديد الفطرة. تمديد الفطرة نتاع الرئاسة والله تأجيل تأجيل واسمو الفطرة نتاع الرئاسة لسنة لا اعتقد هو انه راهم اثاروها من فراغ يعني مش تاجيل للنظام هما انا واش سمعت صديقي صديقي سامحني سامحني انا شخصيا انا شخصيا ما كانش عندي مانع شخصيا لماذا نتناقش انا وياك في هذه المساله على جال باش نقنعوا بعضنا البعض المساله وين راها درك هما قال مثلا هذه الانتخابات تمشي في وقتها في 18 افريل اي درك كان راه قال مثلا حنا رانا في وضع طبيعي والانتخابات راه كيما يقولوا كيما نشرت الثامنه قال الحق الموعد نتاعها تفوت وفيما بعد قال مثلا انت راه كاين سسبنس راه قال مثلا راه كاين مرشح ما على بالك شكون اللي راه رايح يجي وقال مثلا راه كاين تنافس على البرامج لهنا انتريك شابو ولكن انت لما تشوف انت الانتخابات كما النشره تاع الثامنه وهاك على بالك انت في النشره تاع الثامنه واش كاين استقبل رئيس الجمهوريه <applause> عبد العزيز بوتفليقه المرشح للانتخابات الرئاسيه القادمه واللي راهو هو, هو اللي جاب لكم الماء وهو اللي راهو حاكم لكم السماء وهو اللي راهو يطلق لكم في الريح وهو اللي راهو يطلق لكم في الـ في, الـ في الرائحه وهو اللي راهو يجيب في الحليب الصباح هذه على بالنا بها دوك هما هاد المجموعه نتاع حركه حمص لما هما راهم تحدثوا على قضية هذه نتاع التاجيل لمده وفق شروط ماشي تاجيل قال قالوا قال والله نزيدوا نزيدوا نزيدوه قال مثلا هو راه مخنوق وحنا نفسو عليه هما راهم قال وفق يعني انت ما رايك انت هو انه تؤجل هذه الانتخابات لمده سنه ويعدل الدستور مثلا الدستور هذا قال مثلا لعهده واحده ماشي زوج عهده واحده وقال مثلا آه يكون هناك قال مثلا مؤتمر ولا ندوه وتتناقش الناس وتروح للانتخابات من اجل تغيير حقيقي والا هو انك تروح في الرزنامه نكمل لك هذه برك ونعطيك الكلمه لما أنت هما قال مثلا تجري الانتخابات قال مثلا في افريل ومن بعد راه رايحين يزيدوا يمدوا عهده عهده واحده اخرى بخمس سنين نفس الشخص تفضل شوف المشكل المشكل لما حزب سياسي ما يهمنيش اسمه ما يهمنيش الاسم تاعه حمس ولا حتى لو كان ما نهضروش على جبهه تحرير ولا راندي وكذا لانهم هم في الائتلاف الرئاسي انا نحكي على حزب يعتبر نفسه في المعارضه انت عندك دستور وشاركت فيه وهذا الدستور حط اجال، حط اجال. ما تجيش أنت اليوم تقول مهما تكون مهما تكون الظروف، ما تجيش أنت تقول للشعب نمدد. لأنه كل الأحزاب في الحقل السياسي لازم تعمل في الخمس سنوات اللي كان العهدة هذي تاع 2014 و 2019، تعمل باش اه تحضر مرشح مرشح مقنع، ماشي في الأخير المطاف ثلاث شهور قبل ما تخلاص العهده تقول لا نمدد هذه النقطة الأولى يعني يعني نقول لك بالأحزاب صبيانية صبيانية هذه حركات صبيانية ما لا لا ترتقي لا ترتقي إلى الوعي السياسي كي تكون في الحقل السياسي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الشخصيات أنت تعرف القانون والدستور اللي موجود عندنا ما نقدروش نقولوا على واحد مترشح الى 45 يوم 45 يوم. لما تنتهي 45 يوم ابتداء من تاريخ لا آه... كونفوكاسيون دو كور الكتورال سي 45 جور ابري باش نقدروا نقولوا هذا مترشح سامحني خليني أكملك خليني أكملك خليني نكمل الى غايه الان لغايه الان الشخصيات السياسيه الشخصيات السياسيه اللي راهم في احزاب يعني راهم ما كما عم نقولوا احنا يعني سون ستريكتوري سون ستريكتوري الاخرين كان شخصيات وطنيه مثلا انا لفت انتباهي مثلا السيده دي زبيده عسول مثلا آه. كي با جديدة في الأحزاب وكذا ما مارستش المسؤوليات آه. الحكومية وكذا الحكومية آه. الحكومية آه. تعرفها باللي هذه راها واحده من الناس اللي هما كانوا في الانقلاب هذه هذه زبيدة السولاري هذه يقول لك على المسؤوليات الحكوميه الحكوميه إيه. في الوقت حكومية. اللي هما دخلوا الناس الاحباس والسجون هذه راه عينوها في المجلس هذاك اللي داروا انتقالي هي وسفيان جلالي هذو هذو راهم اعضاء كانوا في المجلس تاع تاع إيه. إيه. اوكي مثلا انا قلت نبت الفت انتباهي مثلا آه كما تقول انت تقول على مثلا على الانقلاب حمروش داروا عليه انقلاب في 92 صحيح يقدر يكون شخصيه وطنيه يقود البلاد اوكي معك مثلا اه لانه الى غايه الان اصبرني يا استاذ عز الدين في هذه النقطه هذه النقطه بالذات حتى باش فضل. باش النقاش ن... ونفهموا بعضنا البعض شوف تفضل درك القضية ما راناش في وضع طبيعي درك مثلا لما تكون أنت في وضع طبيعي بحيث هو أنه قال مثلا راه المؤسسات راها شرعية وراها كاين المواعيد هنا لما أنت واحد يخلف بالمواعيد ولا ما هو قال مثلا على باليش أنا يبدا يحاول كشما ما يناور والله قال حبس احنا ما راناش في وضع طبيعي درك هذا بوتفليقة بنفسه هو راهم جابوه الجيش وراهم عدلوا الدستور شحال من مرة ما همش ناس من أرجع هو مرتين دفتندر. ايه ما همش ناس اللي كيما نقولوا هما راهم صاهرين على الحماية تاع المؤسسات وحماية تاع الدستور وتاع راهو بروحه هو لعب على الدستور بالتالي درك حنا بوتفليقة هو أنا راني قلتها وقلتها بكلام كبير الخطر علاه الناس راه لحقت الواحد المستوى ما تقدرش تصور بوتفليقة راه هو ميت ميت خلاص معندو معندو هذا دول. متفقين عليه متفقين عليه متفقين ايه ذرك علي. اما انك انت تتجمع هذه الناس اللي هي راه تؤمن بالتغيير وهو انه قال مثلا تتناقش الناس حول ارضيه مشتركه وضمانات وتمشي الناس سيدي وراه المشكله اذا كان احنا اجلنا الانتخابات ست شهور ولا عام ويحدث نقاش ومن بعد نروح احنا لتغيير حقيقي شوف انا رايي وراني قلت ونزيد نعاود نكرر وراه مسجل بالصوت وبالصوره والانتخابات راهو ما قاعد غير شهور كل الطرق كل الطرق طرق رايحه تؤدي الى بقاء النظام والى استمرار هذا الوضع وراها راح تأدي الى الانفجار هاو الكلام تاعي راه مسجل شوف شوف انا نحترم هذه النقطه تاعك اللي قلتها نحترمها كثير نحترمها بصح الاقتراح اللي راك تقول فيه يعني انت يعني بطريقه غير مباشره راك تايد في, في, الناس اللي كانوا حابين يعني ما يصير تاجيل وتمديد لانه التاجيل يعني تمديد لعهده تاع رئيس انتهى دستوريا انتهى انتهى سامحني سامحني اسمح لي الضمانات نعاود نرجع لك الكلمه النقطه هذه برك نرجع لك الكلمه, الكلمة. فضل. باش تفهم الراي نتاعي مليح انا مع التغيير الحقيقي درك اذا كان درك مثلا هذه المجموعه اللي راهم درك هما قال مثلا مقري جماعه نتاع فاس جماعه نتاع فلان الى حد ما جماعه نتاع الار من مختلف الجهات وقال مثلا نراه كاين شخص يعني درك راها قال الظروف فرضت علينا على جل باش حنا رجل انا شخصيا مقتنع بفكره المشروع وليس بفكره الرجل انا مقتنع بفكره المشروع نتاع المجتمع اذا كان هذا الناس هما اتفقوا من اجل قال مثلا حمروش او شخص ثاني على المشروع مشروع تغيير حقيقي فلتجرى الانتخابات في الموعد نتاعها ما عنديش اشكال ولكن نذهب الى تغيير حقيقي اما هو أن نروح ومن بعد قال ودي هاو في بوتفليقة ونزيدوا نعاودوا بعد عام ولا عامين هاو في بوتفليقة بالسلامة بالعافية من بعد يزيد يعاود يخرج لك شخص واحد آخر أو ذرك الآن هما يروحوا في هذه الانتخابات يروحوا هما قال في اخر لحظه ما تحصيش هذ الناس راهم راهم مستعدين لكلش قادرين في, في, اخر لحظه وقال هذا بوتفليقه اللي كان يمرمد في الجزائر يقول لك اودي بوتفليقه راه قرر الا يترشح فهمت راه قرر الا يترشح وسيذكره التاريخ وراك تعرف الاغاني نتاعهم وراه من مجدين واحد يعقبولك انت يزيروك ما يخليوكش تتحرك من بعد ويفوتوا الانتخابات ويفوتوا المشروع المرشح اللي رامي يحوسوا عليه. أنا نحوس على التغيير حقيقي، سواء كان في الموعد هذا أو بالتأجيل. فهمت؟ حوس على التغيير الحقيقي، أنا اللي يهمني هو التغيير الحقيقي، واللي يهمني هو المشروع مش الشخص. شخص قادرين نتفقوا على حمروش، قادرين نتفقوا على علي بن محمد، قادرين نتفقوا على شخص ثاني قال مثلا ما على باليش أنا بوشاشي، أي شخص ثاني. فهمت وتتفق الناس على رجل يريد التغيير الحقيقي، اما واحد من هذه العصابه بشخص بشخص ثاني ويروح يجيب لك هو مشروع ويعدك والله ما ندير ثقه في حتى واحد. يا اخي العزيز شوف سا... أ... لازم نتفاهموا على هذه النقطه، نتفاهموا. التغيير احنا ما كاش واحد في الجزائر. خلينا من اللي كانوا قراب على النظام واستفادوا من النظام وخلينا منهم لكن الشعب باغلبيته كاع حب التغيير هذه ما كاش واحد ماهوش حاب حب التغيير هذه متفق متفقين عليه يعني نقطة متفقين عليها انه التغيير احنا لكن المشكل انه التغيير كيف راه مطروح الان كيف مطروح الان في الساحة السياسية مطروح من عند ناس موالين للنظام يعني هم المستفيدين الفكره تاع التمديد ومن بعد نديروا لانه تعرف صارت فيها ندوه الوفاق الوطني صارت فيه الف ندوه المشكل الاساسي والكبير والعميق في الجزائر ان ان المؤسسات الجمهوريه والمؤسسات الدستوريه ما تراقب والو البرلمان مثلا ما يراقبش الحكومه آه، مجلس الدستوري ما يراقبش آه، الرئيس الجمهوريه ولا الوزير الاول مؤسسة إدارة مؤسسه أه، فهمني هذا هو المشكل دي. هذا هو المشكل مثلا حمص ولا النهضه ولا لفلان ولا راندي كانوا كل في هذا المجلس راهم في هذا المجلس تاع راهم فيهم اعضاء اختاروهم في المجلس الدستوري وراهم ساكتين التغيير علاش انا نقول لك مثلا التغيير لما نتكلم على التغيير لازم نتكلم على المشاكل الاساسيه الاساسيه صدير لي فري بروبليم كي اونجوندر كي اونجوندر لا كريز فرانجيري لي فري بروبليم هما التواطؤ انت تجيب ان تاع اي حزب يدخل لابيان خلاص ترميني ما يزيدش يحوس ل... المشكل ماهوش في بوتفليقة وحده ولا النظام تاع بوتفليقة لأن بوتفليقة لو كان جا لقى مؤسسات مؤسسات تحترم الدستور وتحترم القوانين ما يقدر يدير والو لا هو ولا غيره متفق معاك اه ما كانش المشكل الآن إذا نحبوا التغيير كيف ما تقول أنت التغيير الجذري يبدا من البلدية حتى الجمهورية، حتى المؤسسات الوطنية، يعني المجلس الدستوري، مجلس الأمة هذوما المشكل كما قلت أنت المشروع، إذا نتكلموا عن المشروع المشروع مثلا غدوة نجيبو نجيبوك أنت رئيس أنت ولا أنا اللي رانا نتكلموا عن التغيير ونلقاو روحنا في فخ من المؤسسات كلها انتهازية وتاع الشتاء وتاع التطبيل وانت راك تعرف المؤسسات اللي راه كاع الزمر ما تقدر دير والو اه اه وراه المشروع هذا اللي يطبقوه انا طب معاك طب طب طب. اذا كان اذا كان سامحني اذا كان اذا كان آه المفهوم تاع اننا نتوقف لمرحله يسموها انتقاليه لان صرات مشينا في اربع مرحله انتقاليه في 92 في 94 في 62 لكن لم لم نعتبر يعني اون با ابري لا لوسون لم نعتبر اليوم رانا في 2019 رانا نتكلموا على نفس التغيير اللي تكلم عليه هيت احمد وبوضياف الله يرحمه في 62 لا هو شوف نقول لك هو أه تسمى التغيير اللي دوك هم راهم دوك هضروا عليه في, في الوقت هذاك مش هو اللي حنا الان رانا نحكيو عليه هما في تلك لا تقريبا سامحني 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 باك سامحني هذه النقطة برك سامحني سادير ا ليبوك لي, لي, <applause> لي. ديسيدور هادو لي ديسيدون لي ديسيدون بوضياف وايت احمد ا وفرحات عباس في 62 ايزون بارلي دو لاسومبلي آه كونستيتيونت يعني المجلس التاسيسي المجلس التاسيسي اللي كان راح يخدم لما ما صراش هذاك هذا كله امتداد من 62 امتداد داروه داروه, داروه مجلس تاسيسي علاه ما داروش؟ داروه, داروه, داروه بعد, بعد... ايه داروه بعد اي داروه داروا في فرحة عباس رئيسه اللي كان رئيس ومن بعد نفوه لا ومن بعد نفاوه فرحة عباس يا رجل لازم إيه تولي التاريخ على إيه بالي على بالي على بالي هما واسمو سجنوه يا اسمعني يعني يعني هذه الغلطه يعني سامحني سامحني نكملها كبرك هذه يعني الان احنا رجعنا رجعنا في 2019 نتكلم على جمهوريه ثانيه لأن المقصود هي الجمهوريه الثانيه سادير لا دوزيام ريبوبليك هذا هو الان انا نحوس على نسميها جم جمهوريه جديده خطر علاه الجمهوريه هي هي الجمهوريه الثانيه الجمهورية, الجمهوريه الجمهوريه الاولى هي لم تؤسس على اساس صحيح انا هذه حتى كاتبها لم تؤسس على اساس صحيح خطر علاج درك <applause> هما <applause> <applause> في الاول لم يؤسسوا الجمهوريه على اساس صحيح والتراكم هذا نتاع الاخطاء هو اللي راه وصلنا لهذا المستوى ورانا رايحين الان المجتمع راه يزيد فهمت المجتمع راهو يزيد كان في الوقت هذا قال مثلا كان 8 ملايين ولا 10 ملايين الان راها في 40 مليون وراها ماشيه المشاكل راها تزيد وراها تتطور راه قال لك مثلا مشاكل نتاع السكن نتاع البطاله نتاع العنوسه مشاكل كثيره راه الان تزيد نتاع المخدرات نتاع اه تاع السرقه نتاع الرشوه نتاع الفساد بمختلف التفرعات نتاعو وحنا الان رانا ماشيين من سيء الى اسوء ولذلك انا راني نقول باللي تغيير شخص بشخص او تغيير مجموعه بمجموعه ما راهوش رايح يدير تغيير في البلاد محتاجين لتغيير عقليات محتاجين لتغيير ذهنيات محتاجين لتغيير سلوكات محتاجين لتغيير تاع سياسات محتاجين لتغيير تاع منهجيات ومحتاجين لتغيير حقيقي على كل الاصعده ونمشي شيئا فشيئا نتعاونوا مع بعضنا البعض اما هو انه نبقى انا نمشي في السياسه نتاع البريكولاج والسياسه نتاع الوعود <applause> والسياسه تاع <applause> هذ الناس اللي هما اثبتوا في كذا مره الفشل نتاعهم هذو يروحوا لمزبله التاريخ راني قلتها شحال من مره هذو خلاص انت صحيح هذا الدور نتاعك احنا دوك الان راه كاينه اجيال جديده لم تعد تثق في هذيك الخزعبلات نتاعهم خلاص تجي تهضر لي انت درك انت تجي تدوي في فرنسا في فالدوغراس تجي واحد تهضر له انت درك على الثوره امشي تلعب بها روحك انت والثوره تاعك ألي زيد زيد فيها شو من ثوره تحكي لي عليها انت هذا شوف صديقي خليني برك نقترح لك هذه وخلاص في الصفحه في الصفحه افتحوا لنا مجال تاع بالمشاركه كتابيا ومن بعد كي تجي في هذه ليميسيون يكون نقاش باين على نقطه ولا اثنين وما نحبش نزيد نحكم الكلمه اكثر باش تخلي الناس مش واحد مش اخرين يدخلوا ربي يبارك أه؟ فيك الاخ عز الدين ومرحبا بك في كل وقت يا خويا الله يسلمك شكرا 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 الأخ للاخ الدين وتحيه لكل الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا في الاردن آه نشوفو ترى الاخ رشيد عيساوي اخ رشيد عندك مشكله في الخط تاعك الباتن تاعك بو للاسف الشديد الاخ بو عندك مشكله في الخط تاعك نشوفو هذا النايلي ها آه خويا النايلي لازمك ج... لا للاسف الشديد الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بالجني ديال النايلي عندك مشكله في الخط تاعك هذا الاخ محمود للاسف الشديد الاخ محمود عويدة والله عويدية للاسف الشديد شوفوا ترى الاخ هذا باسم شوف يطرب لك الاخ باسم الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك ميشيل راني قلت لك دير الميزاجور تاعك فيسبوك ولازمك تشوف لي بارامتر دير لا ريستوراسيون للهاتف نتاعك فهمت ربما راهم كاين بعض الخانات راك غالقهم دير لا ريستوراسيون ودير الميزاجور تاع الفيسبوك تاعك وأروع ولازمك تكون تتكلم من الهاتف يعني اذا راك تستعمل في الجهاز تاع كمبيوتر غير لا تستنى هذه المشاركه فقط من خلال الهاتف راني نتكلم بالهاتف مانيش نستعمل في الجهاز تاع الكمبيوتر راني ننتظر في الاخ هذا راني طلعته وهنا ننتظر فيه المهم الاخوه والاخوات الموضوع تاعنا هو حول الانتخابات الرئاسيه رانا اليوم نحكيو على المرشح نتاع الشعب وش هي المواصفات اللي يجب ان تكون في المرشح نتاع الشعب هذا للاسف الشديد الاخ الكريم راني طلعتك آه، الاخ باسم الاخ محمود أخ محمود راني قلت لك الاخ نتاع نايلي نفس نزيد نعاود نجرب معك الاخ باسم لا الله المرة اللي تقدر تطلع يبدو هو أنه عندك ضعف في الخط نتاع الانترنت تاعك المهم كاين مرات اخوه لما انت تجي تدخل يا صاحبي اغلق الصفحات نتاعك في الهاتف مش كيما في الكمبيوتر كاين في الكمبيوتر ربما تتوله لهم في الهاتف ما تتوله لهمش راه خاصيه تلقى انت راك فاتح عده صفحات وبالتالي الضعف نتاع الخط نتاع الانترنت راه ربما يكون من عندك فاتح مجموعه نتاع صفحات قال ما على باليش انا شفت 20 صفحه ولا 30 صفحه وكلهم مفتوحين اغلقهم اغلق الصفحات هذيك خلي فقط غير الصفحه اللي انت الان راك دخل فيها وتكون داير تحديثات الفيسبوك نتاعك وان شاء الله تطلع معنا وتسمعنا بالراي نتاعك احنا ماذا على جال باش تشاركونا بالاراء نتاعكم ونستفادوا من خلال التعليقات نتاعكم كل واحد ي... للاسف شديد آه شوفوا ترى هذا محمد وعليكم السلام الاخ ابراهيم الو <applause> مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام محمد من راك تكلم فينا من باريس مرحبا الاخ محمد مرحبا بك أه بغيت نشارككم في رايي على هذا التغيير هذا اللي راهم يحكوا عليه وراهم يوهموا فيه الناس باللي راهم داخلين على تغيير والناس راهي تامن في التغيير وراهي ترجع بالديلوس اللي في لسبوار بلي فوالا فلان ولا فلان انا نقولك بلي كاع هذه مسرحيه وكاع الناس اللي راهي م... في رايي راني نقول في راي والناس اللي راهي مرشحه روحها كيما يقولك عن قصد ولا غير قصد كاع كومبليس باسكو كاع الناس اللي مرشحه روحها كانوا كاع في هذاك النظام وكانوا كاع في هذاك السيستم ويعرفوا ذاك النظام خير منا مليار مره ويعرفوه تري تري بيان كي داير صافي دير, دير يعرفوا صوالح اللي حنا ما نعرفوهمش ومترشحين مترشحين تو سامبلومون به يونكوراجوهم باه يثبتوا لهم يثبتوا للعالم باللي فوالا باللي هادو شغل بصح كاين اللي حوش يدي دراهم كاين اللي حوش يدي دراهم كل واحد وش يحوس كاين اللي يحوس يدي دراهم كاين اللي يخدم انديريكتومون وحنا حاسبينها ضدهم كاين انا المهم الحاجه اللي بغيت نقولها باللي الناس اللي راهي مترشحه والتغيير هذا اللي راه سوقوه للشعب والناس بدات تامن باللي تغيير ومرحله انتقاليه واش من مرحلة الانتقاليه مش باللي الدوله تقريبا في عامين وهي ساكته سيلونس طوطال في ذاك السيلونس طوطال شو كانوا يديروا؟ كانوا يلعبوا ما كانوش يلعبوا كانوا يخططوا كيف يديروا كيف يسيروا راهم يسوقوا لنا في هذه باللي فوالا باللي داخلين على تغيير وتغيير ومنا ويديكو وراه دخل فيها فلان ترشح وفلان ترشح في جميع الميادين سي ماركي اللي كان في الجيش اللي كان في السياسه اللي كان في الكوميرس اللي كان في هذيك الناس دخلت وبداوا منظر وكو و... و... غير ربي اللي عالم شرهم راهم صانعين غير ربي اللي عالم لي راهم خاطين انا باهي يدخلوها لي في راسي بلي رانا داخلين على تغيير والشعب غادي يخير وغادي يشوف ولا غادي يبروبوزي ولا غادي ف... فعلا يتحاور معاهم ويجيبوا كيما حكيت قبيله قلتي بروبوزي يجيبوا, آه يجيبوا فلان و... وتكون مرحله انتقاليه آه في رايي انا كاع هذه فو في الفوق كاع في هذه دي المسرحيه وكيما يقول لك حنا هما لي زيليمونتي هذا المكان عطيه عطيه ربي عالم. نعم شكرا الاخ محمد يعطيك صحه بارك الله فيك الله يبارك فيك شكرا الاخ محمد نعاود نزيد نعطيك فرصه للأخ باسم المهم الاخوه الاكارم فيما يتعلق ببعض الناس اللي هما يتقدموا لك مرشحين كاين منهم راكم تعرفون بالاسماء مثل هذاك فوزي رباعين وموسى تواتي وكذا هذوك ذرك هما كل خمس سنوات يدخل هو الانتخابات ممكن كاين منهم اللي حتى يقدم رشاويه في جمع تاع التوقيعات قال مثلا يروح للمحضر قضائي ولا كذا يزور له محضر باللي كذا وكذا وكذا ومو وكذا وكاينين اللي يشريو يشريو القوائم من من عند ناس يخدموا في قال مثلا في البلديات ولا في الدائره بالاسماء نتاعهم الالقاب تاعهم يعطيو لهم ليست فهمت زي. من بعد هو يدخل لما يدخل هو كمرشح بعد ما يمروا له الملف نتاعو عن طريق المجلس الدستوري تعطي له الدوله يعطي له خمس ملاير ولا دوك الان بلاك ربما راهم زادوها يعطيو له تخيل انت يعطيو له 10 ملاير هاو جاب خمس سنين نتاعو فهمت يشري سياره ويشري دويره وعنده مصروف تاعه لمدة خمس سنوات هذه هذه فقط ليه من بعد عنده كاينين اللي هما يروحوا يدخلوا ما يدخلوش من أجل دعم مرشح والله والله قال مثلا راهو يأمن بالمشروع نتاعه والله علاش راكم تشوفوا نتوما ناس قال ممثلين في الولايات يروح من أجل لما يدخل هو في اللجنة نتاع مراقبة نتاع الانتخابات يخلص راه قال مثلا واحد ممثل على مستوى اللجنه نتاع المراقبه نتاع الانتخابات على مستوى الوطني في وقت سابق كانوا يعطيولهم 200 و 300 مليون في وقت سابق درك ما على باليش حرام راه بالاضافه الى الناس اللي راهم في الولايات وكاين اللي راهو درك هو خدام حتى اذا ما عطاولوش قال مثلا شهريه المهم راهو عنده هو درك فطره نتاع شهرين قال مثلا تخيل انت قال مثلا واحد راهو استاذ ولا راهو قال مثلا يخدم في اداره عنده شهرين راهو هو قال مثلا في البلديه راهو تعتبر لك شغل سياحه او قال فرصه على جلبة هو يلتقي برئيس البلديه يلتقي بالوالي يلتقي باعضاء المجلس الولائي يلتقي على المستوى الوطني بالوزير بالنائب الفلاني بالتالي هي تصير له فرصة على باش يعقد صفقات ويدير لقاءات وإلى غير ذلك لذلك الإخوة والأخوات ما لازمش تشوفوا من أنه هذا الناس راه منهم اللي هو يدخل الانتخابات ولا راه يفكر في الشعب ولا راه يفكر في التغيير راه يفكر في المصلحة نتاعه وكاين رؤساء الأحزاب اللي هو راهو مكلف بمهمة أي أنت يرحم باباك برك هذا درك هذا بن فليس المره الاولى قال راك ديتها نتا البوتفليقه ونحوها لك والمره الثانيه قال ديتها نتا البوتفليقه ونحوها لك وهذه والمره هذه راح يعطيوها لك والله واش الشيء اللي تبدل قول لي برك يرحم باباك الشيء اللي تبدل مراد مدلسي خي هو اللي كان في 2014 راه مازال هو هذا دربالي خي هو اللي كان في 2014 راه مازال هو واش هو الشيء اللي تبدل قول لي برك يرحم باباك القايد صالح يا هو اللي كان في 2014 راه مازال هو واش اللي تبدل قل لي يرحم بابك وش اللي تبدل تابو هذا الناس هم نفس الناس اللي راهم كانوا معاه عمار غول ويحيى نفس هذا الوجوه اللي كانوا هما راهم موجودين حتى انه كاين فيه بعض الاحزاب اللي هما كانوا معاكم في هذيك الندوه نتاع مزافرا أراهم الان راهم في لجان المساندة تعبت في اللقاء النتيجه اللي راك راح توصل ليها واش هي يرحم بابك غير قولي مقري يرحم بابك القوه نتاعك انت اللي راك تتعنطر بها رايحه توصل للقوه نتاع الفيس في, في الواحد وتسعين في اثنين وتسعين لي برك يرحم بابك القوه اللي راك عن تربيها رايحه توصل للقوه نتاع الجماعه نتاع الاخوان في مصر بينك بين مولاك برك بينك بين راسك مازالكم تخموه هو انه هذا النظام راكم رايحين تغلبوه ولا رايحين تزيدوا تفهمونا بعض الاحزاب قالوا والله احنا فرصه لينا على جال نروحو نلتقيو بالقواعد نتاعنا وفرصه على جال باش حنا نزيدو نكتسبو ممثلين في ولايات مختلفه وفرصه لنا على جال باش نزيدو وفرصه لينا باش ننشروا افكارنا مازلنا في هذه الفكره من 92 برلمان عقب برلمان وولايات عقب ولايات وبلديات عقب ولايات الناس مازالها خلاص الناس شخت رانا كبرنا في الانترنت كبرنا كاين الناس اللي ربما راه منذ سنوات وما يشوفوا فيا راه الان راه يشوفوا فيا بلي راني كبرت وين راكم رايحين يا صاحبي الان اذا كان فعلا تريدون تغيير حقيقي انا لا امنعك من الترشح بالعكس انا ماذا على جال باش يتقدموا مجموعه نتاع مرشحين راني قلتها منذ سنوات ومازلني مقتنع بهذه الفكره مجموعة نتاع مرشحين يتقدموا ومن بعدهما لازم تكون هناك مراهنة على مجموعة نتاع مرشحين ولكن المراهنة الحقيقية تكون على المشروع المشروع تاع التغيير الجذري المشروع اللي فيما بعد تكون جزائر تاع الجميع مش تاع مجموعة ومش تاع جماعة جزائر الجميع تتفق هذه الناس اللي هي راها هي تؤمن بالتغيير الحقيقي وتعمل مع بعضها البعض بعد ما تثبت على ارض الميدان من انك راك مرشح انا ما نروحش انا ننسق مع واحد انا في, في, في تاع كارتي فهمت واحد مش قادر حتى يجمع التوقيعات ننسق معاه انا ننسق مع واحد هو اللي راهو جمع التوقيعات يكونوا قال مثلا غدوه ان بلوك تاع خمس مرشحين ضد المرشح تاع العصابة مجموعة تاع خمس مرشحين فيما بعد ينسقوا مع بعضهم وتكون هناك أرضية مشتركة مع بعضهم وفيما بعد تكون هناك تعبئة شاملة مشي يخدم هذا مرشح ضد مرشح كل واحد يجبد الملف نتاع صاحبه كل واحد من بعد تولي فيه التصفيات وهلك الضعف هذاك تولي فيما بعد انتم تخدموا لوسمو تخدم الناس مع بعضها قال مثلا في المده هذيك نتاع الحمله الانتخابيه الناس كامل تعبئه شامله على مستوى 48 ولايه والناس اللي راهم في الخارج وفيما بعد تتفق الناس مسبقا قال يوم الانتخابات قال الناس هاهو هو ها المرشح اللي راهو قال الى حد ما اما فيما بعد لو كان أه والله قال مثلا ما هالخمسه هذوك راهو رايح نقولوا مثلا يفرضوا تفرضوا تفرضوا قال دور ثاني اما هو انك انت تروح وكل واحد راهو قال فولي طيب كل واحد راهو يستعرض في العضلات نتاعو واحد داير كونت في الفيسبوك وواحد يبيع في حليب البقري وواحد كذا وقال واشي قال راهو الشعب معك الشعب هو يقمبر بيك روح غدوة تعرف روحك عند الشعب غدوة لما تجمع التوقيعات روح لمهم تقعد غدوة تدور من ولاية لولاية بعد روح تفكر الكلام تاعي وفيما بعد انتم بهذه الطريقة راكم تخدموا في مرشح السلطة. لذلك الإخوة والأخوات هذا المرشح لازم تكون عنده صفات. هذا المرشح اللي هو راهو قال نحوس أنا نعطي باسبور للحراقة ونحوس أنا نزوج العوانس هذا نقول لكم هذا ضربوه بالحجر. لازم تغيير حقيقي، الناس اللي هي تؤمن بالتغيير الحقيقي تغيير هذا النظام ورميه إلى مزبلة التاريخ لازم تغيير حقيقي لازم تعطى الفرصة للكفاءات تعطى الفرصة للكوادر تعطى الفرصة للمخلصين تعطى الفرصة للمهمشين والناس تخدم واحدة واحدة <applause> ايه نورمال عادي الاخ قدور عادي عادي نورمال هذا قادرين شوف يوصلوها يوصلوها ل 300 نورمال عادي قولي برك واسمو هذاك حفيفه هذاك ولا واش يسموه هذاك تاع عدد الواد له مزال كش معاه دبشة ونعناع ولا والو الاخ باسم راني اضفتك هذه المره اعتقد الرابعه المهم اذا كان في اخوه يحبوا يشاركوا مرحبا بكم معنا نعطيكم فرصه على جلبشت ربما كشمت تضيفونا ونختموا هذا اللقاء هذا خاطر كاين بعض من الناس راني نشوف قاعدين غير يتبعوا برك لا يعلقوا ولا ولا يشاركوا قاعدين فقط كي مثل الاحجار هذيك قاعدين يستفادوا للاسف الشديد يبدو هو انه عندك خلل الاخ باسم في الخط تاعك للاسف الشديد و... يا الاخ الكريم الله يبقى الله يقى. مش راح نقول لك ما عندكش الاخ الكريم هذاك اللي ترمز الاسم نتاعك انت بخاطرو ما كانش موجود في القائمه تراك تكتب في تعليقات بصح ما ركش موجود في القائمه نتاع الاضافه انا مانيش اللي انا قلت نولي نعلم في الناس انا كيفاش يوسيو والله شوف كاش واحد من الاصدقاء نتاعك ولا من اصحابك ربما يوريك كيفاش انت تدخل أخ عز الدين ما عندك اضافه والله الاخ عز الدين ما طلب الاضافه للاخ عز الدين ما رانيش نشوف فيك انا في القائمه الان وراك ما كانش مكانش وراك والركائز ما كانش ماكش موجود في القائمه ايسا ماكش موجود في القائمة طلعتك من عندي المرة هذه اني طلعتك المرة الجاية نصبر نشوف ترى عيسى هذا اصبر الاخ يونس اصبر شويه نشوفو ترى معاه إيسار راني طلعتك يبدو انه عندك مشكلة الاخ ابراهيم راني يعني طلعتك الاخ يونس الاخ ادريس وراه المشكل تحب ترشح ترشح على راك هو على سبيسيفيك خير منك كل بالك لا عاود عندك ديكاليتي احسن من من كثير من الناس وراء المشكلة من حقك الجزائري إيه من حقك على جلب الشرشة فهمت ألو ها آه. ها الاخ يونس هذا هاو جنة سيدي ألو أهلا وي السلام عليكم وعليكم السلام من راك تكلم فينا الأخ يونس وي علي. السلام عليكم وعليكم السلام هاني أسمع فيك تفضل ألو راني نسمع فيك تفضل راني نسمع فيك تفضل راني نسمع فيك الو يتفضل يا صاحبي انا نسمع فيك السلام عليكم تكلم تكلم راني نسمع فيك وعليكم السلام يونس ما ركش فاطن مليح <applause> الاخ عيسى شوفوا ترى هذا عيسى اني طلعتكم بعد كاين اسمو رفض من عندك انت وش راح ندير لك السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك الاخ السلام عليكم وعليكم السلام الو السلام عليكم راني نسمع فيك يا سيدي وعليكم السلام يسلمك أه بدر الدين من الجزائر العاصمه بدر الدين من الجزائر العاصمه تفضل الأخ بدر الدين مرحبا بك نعم فيها فيا استاذ نعم جيدا تفضل نعم أه بون في الموضوع ديالكم في الاول حبيت برك ندخل على الموضوع اللي اشرت ليه تاع مقري كي قلت انه يعني كيرفض بالعكس بل كيطلب تمديد الانتخابات او تاجيلها انا ايضا نشوف انه كان عنده يعني كانت عنده فكره ربما ايجابيه لانه يشوف انه هذا النظام يعني حيرشح بوتفليقه للاسف شديد الاخ بدر للاسف المهم خرج الاخ خير الدين المهم فيما يتعلق بالنقطه هذه هما كاينين الناس اللي فهموها من ان النظام خلاص خطر علاه درك هذا بن فليس هو تخدموا هذه القضيه هذه نتاع وش اسمه الانتخابات في, في وقتها يساهموا يسا يسا وبالتالي رايح انت تنتقل من بوتفليقة لبوتفليقة بيز فهمت درك هما ذوك الجماعة اللي راهم هما فكروا في القضية هذه نتاع التمديد ماشي تمديد الحكم تمديد في الفترة هذه نتاع الانتخابات قال لمدة عام لمدة عام وفي العام هذا هو انك انت تجرى الانتخابات تجرى الانتخابات بحيث هو انو الناس تتناقش على برنامج وتمشي وحدة وحدة للتغيير درك هاد الناس اللي راهم درك هما هاي انت درك يرحم والديك درك انت راه وصل لك هذا سبيسيفيك للرئاسة فرضا برك هي راهو توقيعات وما يلمهمش فرضا برك هذا راه وصل لك هذا درك هذا يمثل الجزائر هذا هذا يمثل الجزائر تاع الشهداء هذا يمثل الجزائر تاع العربي بن مهيدي وغيره الكثيرون درك هو درك هذا المقري ومش غير هو كاين الناس اللي هما درك راهم فكروا في هذه القضيه نتاع ماشي تمديد الحكم ومشي تمديد النظام وانما تمديد المرحله قال مثلا لمده قصد ايجاد مخرج وكاين بعض من الناس اللي هما كانوا يتربصوا قالوا والله هذا فخ قال بون هاد الجماعه دوك اللي راهم في الوسمو قال هاي فرصه راهم يحوسوا كيفاش يلقاو طريقه كيفاش كذا باش يلعبوا بالدستور وقال راهم راح يدخلوا البلد في حيط وقال هم يحوسوا ومن بعد دركا ها دركا الانتخابات في الاجل تاعها هاي والدستور انت راك تامن بالدستور وتامن بالقوانين هما دركا راح تهضر انت مع المجلس الدستوري يا يفوتوه في المجلس الدستوري يفوتوه هو والله يفوتوا يفوتو غيره رايح تجيب الطبيب نتاعك نتا هو يفيزيتيها فيزيتيتو في 2014 وين كنت في 2014 قبلت انت في 2014 يا هل الطرف الحمل الانتخابي سمعتو بوتفليقه ما سمعتوش في 2014 وبالتالي 2019 نفس الشيء فوتوها في 2014 ويزيدوا فوتوها في 2019 وقال الجزائر وقال حلف الناتو راهو على الابواب ولم ما مشيتوش راكم تحاوسوا تعاودوا ترجعوا للارهاب وسنوات الدم والدموع ودوك يبداو يمشيوكم في بعض الاشياء وانتهى الامر ويفوتوها بالتالي درك هو الشيء اللي انت راك لما انت تروح عوض هو انه الناس قالوا ودي فرصه للتغيير تا تفكر في روحك تفكر في روحك تحوس قالوا ودي انا راني واجد هاي اقعد انتظر درك انتظر يرحم بابك ذوق انت قاعد قاعد تنتظر ومن بعد يترشح لك في اخر لحظه واش راح تدير تنسحب انسحب على روحك تعال المقاطعه عين المقاطعه على روحك انت بالقوانين وبالارقام راك ديت اسفار على اليمين وعلى الشمال هاي احكي على روحك في الجرانين احكي على روحك راهم عندهم هما القنوات وعندهم الفضاءات المختلفه ورايحين هما يمشيو الخطاب تاعهم ويجيبوا ناس راهم عندهم ناس عندهم رباعين وعندهم مساتوتي وعندهم الوزا حنون ودوك بالك يزيدوا يجيبوا معاهم نعيم صالحي ويزيدوا يجيبوا معاهم ناس اخرين <applause> ويجيبوا ناس يخليهم يخطبوا 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 بعد النتيجة قالوا ودي وهذاك عبد العزيز بالعيد وكذا قالوا ودي الله غالب حنايا يا حنا رانا على المكاسب تاع الدولة ونحافظوا على المؤسسات ومركي في الحيط <applause> ديالو واش رايك يا سعداوي كل واحد رأى هو يسند في بوتفليقه ما من ننتظر منه حتى شي انا فهمت كل واحد يسند بوتفليقه ما من ننتظر منو حتى شي عيسى اذا كان حاب تشارك دير الميزاجور لابليكاسيون تاعك نتاع الفيسبوك واغلق الصفحات اذا كان راهو عندك صفحات مفتوحه اغلقها وعاود يدخل الاخ زياد نعم متفق معك فهمت هي شوف نقول لك هي سواء اجلوا الانتخابات او تجرى الانتخابات في وقتها راني قلتها شحال من مره سواء يديروها ببوتفليقه أو يجيبوا شخص ثاني قال مثلا راهم هما عندهم أسماء راها محطوطة في القائمة نتاع الريزيرف قال هذا تبون قال بالخادم قال ويحيى قال سلال عندهم أسماء كثيرة راها محطوطة في القائمة وحتى قال هذا خوه خوه سعيد بوتفليقة ولا خوه الآخر والله غير قادرين فهمت راه عندهم من قابليه لانه كاين بعض من الناس كاين بعض من الناس اللي راه مشاو فيهم هذا الخطاب مشاو ديجا فيهم قال والله العظيم يا خويا حنا رانا نعترفوا وقال كذا وبوتفليقه 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 ولكن راه مريض يا خويا اذا كان راه هذا السعيد بوتفليقه رأهم قالوها حتى بعض الناس اللي راهم يدعوا في المعارضه يقولك بلي ودي مادام راهو درك هذا أه سعيد هذا ولا أخوه الاخر ذاك عبد الغاني والله يا خويا حب الترشيح ترشح على روحك وديها والله غير يديروها والله غير كابابل باش يديروها فهمت والله غير يديروها شوف نقول لك انت اللي راك تسب شوف شفت القمله القمله والناموسه هذا واش نخسر عليه يا راك كونطر نتاعو ولا راك راك واش ما عندك ما راك راح ديرهم راهم دوك عندهم المؤسسات فهمت عندهم المؤسسات وراهم دوك هما خدموا لها فهمت عندهم سنوات <applause> والله الاخ موسى احمد طب ابراهيم يكبر تركا راهو في العمر ولكن ما هيش القضيه الان في من الاشخاص مرحبا بك الو السلام عليكم وعليكم السلام من راك تكلم أهل فينا الاخ لاباس واش الله يبارك فيك من بوليد بسكره مرحبا بك الله يسلمك الاخ تفضل الاخ اكرم هكذا أه عندي مو عندي مداخلة برك بالنسبة للموضوع تاع الانتخابات نعم تفضل أه الحل الوحيد هو مقاطعة الانتخابات أه... نعم هني نسمع فيك تفضل الحل الوحيد مقاطعة الانتخابات وكيما نقولوا نديروا لاغريف لاغريف في كل قطاعات هذا هو الحل الوحيد لانه عليها الرشام حميده ولا عاب حميده رايي الشخصي هذا اي ولكن الاخ عصيان مدني شوف العصيان المدني ممكن يكون يجي ك مرحله ثانيه والله ثالثه فهمت ماشي تبدا به هو الاول تبدا به هو الاول ما ما يكونش عنده طافيه فهمت راك راح تعطي الفرصه بمجرد هو انه تعلن الناس قال اضرب اصبرني برك صبرني نقول لك سامحني الاخ دركا يا صبرني نفهمك في القضيه هذه انت راك تحكي عليها وربما ما, جربت حتى حاجه معليش تفضل احنا رانا جربنا هذه المسائل جربناها درك انت لما تعلن على الاضراب وتعلن تاع العصيان المدني بمجرد هو انك انت تعلن على الاضراب وعلى المدني هما راهم رايحين يستغلوها كذريعه قال هذ الناس راهم ضد الاستقرار تاع البلاد وهذ الناس راهم يحوسوا على الربيع العربي وهذ الناس راهم يحوسوا على الفوضى وهذ الناس ما شبعوش بالدماء ويبدأوا هما يجيبوا في الافلام هذيك نتاع الدماء وتعرف باللي راه كاين النسبه تاع الاميه كثيره في الجزائر وعندهم الوسائل عندهم القنوات رايحين هما في ايام معدوده رايحين يجيشوا الشعب والله غري يصير الشعب قال غري واللي حتى مستعد حتى للقتال تشوف فيهم غير مقابله تاع كره القدم كيفاش يجيشوا الشعب ويخرجوه للشارع على, على, <applause> على بالي بقى الاخ انا المدني نعم احسن من المظاهرات يا مظاهرات هذه رايك تم مظاهرات يدخلوا لك فيها لا سيكيريتي وعاشوا يخربوا وينها انا ل... مقاطعه احسن تجي ليها فيما بعد فهمت هذه تجي ليها فيما بعد هو في البدايه هو انك انت ما تعطي لهمش الفرصه هما أرى على الانتخابات أراه انت على مجموعه من المرشحين ادخل انت بهذ المؤسسات نتاعهم وبهذه القوانين نتاعهم وبالتلفزيون الرسمي نتاعهم وخطب للشعب انشر المشروع قال احنا نريد تغيير حقيقي نريد بناء جمهوريه جديده نريد عداله اجتماعيه حقيقيه نريد توزيع الثروات على المستوى الوطني مش ولايه راه عايشه في القرن ال21 ووحده وحده اخرى راه عايشه في القرن ال15 وتستعمل انت هذيك الوسائل النهار اللي هو توصل المستوى إذا كان هما زوروا راهو ديجا عندك الخط عند عندك الخط الأخضر على جل باش أنت تكون مهيئ ديجا الشعب لردة الفعل. دوك هذاك العصيان المدني يكون ردة الفعل وفيما بعد أنت تروح من بعد تزيد سعد أما هو أنك من نهار الأول أنت تروح لهذه المسألة تاع العصيان المدني راك عطيت لهم المفتاح. بصح سامحني الشيخ أنا راني معك في هذه. بصح كاين حاجة على بالك باللي راه الجيش يتحكم في السياسة. سما معناها درك راه الجذور الجذور تاع السياسه راهي في الجيش واش من فائده انا كي كن... راح نترشح هذا ولا هذا على بالي باللي الجيش يحكم فيه ولا نضر هندر... الله هندر... نرشح وانا السلطه والجيش... الاولى الاولى والجيش والاخيره للجيش لس... اه والجيش وكيد... كي دير انت الاضراب والجيش هذا ما كانش كي دير انت الاضراب الجيش كاين ولا ما الجيش اه هو نفسه دبر راسه انا 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 المهم نعبر انا نعبر على الظلم على الحقره ندير الاضراب ندير العصيان المدني بدون فهم. كيما نقولوا حتى حاجه ندير عصيان مدني ونخليها تلحق لفوق الامم المتحده ولا تلحق حتى العالم تكون من بعد هذه تكون من بعد وحتى دخل الجيش انت درك غدوه لما يكون قال مثلا رئيس منتخب من طرف الشعب يعني يكون هناك تحرك شعبي آه. حقيقي تعبئه شامله على مستوى 48 ولايه وفي الخارج حتى داخل الجيش درك راهم كاينين الناس اللي هما داخل المؤسسه نتاع الجيش غدوه لما يحصل تزوير ولا قادرين حتى هما يديروا انقلاب فهمت وينحازوا للشعب قال الشعب راهو تحرك وهاو الرئيس وراه فرزته الصناديق وكذا حتى غدوه كي دير انت اضراب حتى المجتمع الدولي راهو رايح يقف معاك يعني فرضا ولكن لما انت تروح منذ البدايه يقول لك اودي انت ماكش مالا تقبل انت بالانتخابات انت ما تامنش بها مالا فهمتني ومن بعد وما يستعملوك مثل ما كنت نقول لك انا الوسائل للاسف الشديد يا الله يا كريم ايه لا لا المدني ولكن يجي فيما بعد ماشي درك اودي راه قال لك انت يا كل دقيقه أنتم كل دقيقه داك. عندكم صفحات نتاعكم روحوا ديروا البيبليسيتي في الصفحات نتاعكم والله كل دقيقه يجي لي كي كذبان هذاك اللي عندكم صفحات نتاعكم روحوا ليها والله يونس انت تحوس تدخل والله وش راح ندير لك الله غالب عيسى ورا يا الاخ الكريم مش نقول لك انا هما هاد الناس راه مستمرين ما راهمش مش رايحين يتراجعوا فهمت ما راهمش مش رايحين يتراجعوا هما مز مستمرين في الوضع هذا ورايحين يفرضوا الامر الواقع للشعب والناس كاين اللي راهو يلعب في اللعب تاعهم اخ عز الدين واش راح نقول لك انت يا اخوي اطلع فهمت اطلع اخ عز و... وبين الراي نتاعك إذاكش ما عندك راي مخالف ما عنديش مشكله مساء الخير الاخ بوزيد أي ساعة أتمنى آه، ألو آه... آه... السلام عليكم. وعليكم السلام، منين نرك الأخ سفيان؟ ما لي. عليك. وهرن وهرن خويا وهرن. خوية وهرن خويا واه صاحبي واه واه. <applause> أكثر شيء صاحبي ديرونجيتك. ديرونجيتك بزاف ديرونجيتك. آه والله قاعد نرسل اه قاعد نرسل 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 وما كان والو المهم الخوتي غادي يفوت اه مره طلعت دعوة الخير دعوة الخير ولا اي ولا الخضره والخضره كيما راه عندك انت كولا تاع خضره المهم ندخلوا في المفيد شوف البوقادي تاع بوليتيك في الجزائر احنا ما عندناش بوليتيك عندنا رونجاس يا والجيش عم متفاهم على مرشح السلطه انا فرحت ملي قال بوت في بوتفليقه مي قال لي كاين الفوت سما اللي ما يرشح اوتوماتيك انا ما دار ممكن جدا يعقبوه هو هو شوف نقول لك هو في عداد الموتى بس تاكد غير ممكن يعقبوه صح انا انا نقول 90% ما غاديش يفوت انا ان شاء الله انا ما دار بيه غادي نقول لك غادي نفاجئك شويه انا ما دار الجيش أنا على بالي باللي مرشح سلطة هو اللي غادي يربح، ماشي يربح، غادي يندار. أه... مدربية ما دار بيا شكيب خالي. نقول لك عن. ما عندوش دروه باش أه... يترجم. خليني نكمل لك، بصح أنا غير لا، ماشي ما الدروب، راني قلت لك رونجات، يقولوا دير طبق طبق، أنا على بالي شكاين. اسمه كسموه س... س... سعداني. خطرة في قناة النهار هضروا معاه في هاتفيًا. هضروا على شكيب خالي قال له يستاهل مستشار ولا رئيس حكومة، قال لهم لا. يستاهل اكثر ولا عقل عليه هو قيله سمعت ايوا ايوا أيوة. وانا نقولك لك شاكيب وجابوه وزوروا على الزوايا الطريقه طريقه تيجانيه طريقه تاع بوتفليقه كيما هكا نورمالمون الله اعلم هكا شتا راني نشوف فيها فاهم. كيما هكا شوف نفهمك في القصه نتاع شاكيب خليل باش تكون الامور عندك واضحه وتكون الامور عند الاخوه شاكيب أوه. خليل استعملوا بوتفليقه صح هال... صح كان كان هذا عمل خزينه آه آه. هذا عمل خزينه آه. هاني جايك جيك لي. له هذا توفيق توفيق كان هو رب الزير فهمت يتصرف كيما واسمو هذا واش دار في عطاله درهم شاكيب خليل شاكيب خليل بحكم العلاقات نتاعو في الماريكان بحكم العلاقات اللي دارتها مرتو في الماريكان هو خرج الدرهم الان الناس راهم يقولوا راهو سرقوه خرج الدرهم خرج الدراهم من الجزائر أوه. باذن بوتفليقه ولا فامي تاعو خرج الدراهم على جل باش هو يزير على توفيق والجماعة نتاعو صح اتفاق, آه مع نعم. اتفاق مع امريكا اتفاق مع امريكا هو بين هذه صح دايرين باللي راهو شاكي يبقى لي او فرنسا ما الى فرنسا لا والو المريكان درك هما كيخرجوا دراهم فيما بعد كانت هناك حملة مضادة جماعة تاع تا... تا... توفيق ومنا وعنده وسائل الإعلام وكذا وها وكذا وها وكذا 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 فيما بعد تركهما هما لما عاودوا آه واسمو تسمى لما نحاوا التوفيق وعاودوا دخلوه تعملوا آه. عملية تلميع فهمت عمليه تلميع قال روح للو الزاويه باللي راهو انسان كذا ويشرح لهم وكذا ومنه 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 بس بصح باش يا تنتظر باللي شاكيب خليل يصير إيه رئيس هذه غير قله حم شاكيب خليل من الناحيه الدستوريه ما عندوش الضروه آه. باش يترشح اولا الزوجه إن نتاعو اجنبيه الزوجه نتاعو عندها جنسيه مش جزائريه عندها جنسيه امريكيه حتى هو بصمتس... يقال من انه عنده جنسيه. صمتستج باللي بوتفليقه حتى حت... بوتفليقه زعما مشي متزوج وفات. بوتفليقه الزو... مشي متزوج. في الدستور ما يقولكش باللي راك اعزب في الدستور يقول لك بلي الزوجه نتاعك لازم تكون عندها الجنسيه الجزائريه الاصليه. صح طب... يديروا لها. اي نجمو كيما زورو كيما زورو الدستور نجمو يزوروا لا 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 لا, 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 لا. شوف نقول لك هذا شكيب خليل اقلعوا من راسك راني نقولها لك اقلعوا من راسك شكيب خليل استعملوه جابوه عاودوا رجعوا ال... واسمو الامور عاودوا لمعوه خرجوا التوفيق بسلامه بالعافيه أو بصح حال يكون هو كومبارس دروك آه راجع حاجه ممكن ممكن هو واسمه سعداني بالك كان يقترحوا بالك ممكن باش يكون قال مثلا مستشار تاع قال الرئيس ولا في الرئاسه او قال مثلا رئيس حكومه هو. ولا بصح باش يكون رئيس جمهوريه هذه غير قلحه من دماغي انا كنت نتمنى زعما ولا خاص ما نتمنى كنت نتمنى زعما كمرحله انتقاليه لا كمرحله انتقاليه كيكون كي هو خاص لا انسان هو ماشي ديكتاتوري تاع بيحكم كرسي ما يوخرش منا هو انسان كيما نقولوا اقتصادي تاع اقتصاد وكاع يكون مرحله انتقاليه خاص ما نكذبش عليك الاقتصاد تاع على الجزيره منهك راه زعما طاح بزاف ومي كان هو هنايا مانيش مانيش زعما نضرب له شيته ولا عشان انا خاطيني وخاطيه بصح هو اللي كنت نشوفه هنا بعيني هنا في وهرن غير ايه هنا في وهرن في لازون هنا سوناطراك وكاع مش زعما المشروع يجيب مشروع تتشيني جيب بزاف هو اللي دار دي صالمون هو اللي جاب مشروع ديال ونجح ونجحنا في وهرن هنا الوهرن نعقل تحسب بالا بوط يطلع عليك ما مالح اش اخويا هو الناس تشرب محلوقة. ما حلوقه واحد ما يكذبش على روحه انا نحسب اللي داروا له مؤامره وبات لي مرت عبوت في اللقاء وقال لي جاته قلت بسبب بس بس شكيب خالي دلولة له أه. كوديطا والله غير نتا في مع خو مع سعيد واه بصح هو بعثوا له خمس تاع قالوا له بلي هو خوك متورط فيك ذا فيك ذا فيك كذا هو هذه هي نتاع خوه ماشي شكون بصح خدمي تاع الخدمي مسحوه في شاكيب خاش شاكيب ما عندهاش كراب هذا ما كان الحكومة هما هذو الجهاز نتاع المخابرات متحكمين صح. على مستوى 48 ولايه في كل وزاره أوكي. تلقى وزير راهو ظاهر للعيان عنده وزير من وراه شغل عندهم حكومه تاع ظل فهمت عندهم ناس راهم من اللور في المديريات نفس الشيء، في م م متواجدين حتى على مستوى البلديات. فهمت؟ أوه. ما كانش حاجة تمر بدون العلم نتاعهم، دولة داخل دولة، دولة ظاهرة ودولة باطنة. اوكي، صافي، سي فهمت. سيب. فهمت. هوم هوم زوج... لما يجيو هما يجي درك مثلا يفوتوا أوه. واحد يفوتوا لما هما يرفضوا واحد يرفضوه. كي هما درك هما لما يحبوا يضربوا واحد. هما ما يروحوش أوه. مباشرة لبوتفليقة في شخصو، يبداو له بالناس نتاوعو، له كل مرة يطيح واحد، فهمت؟ كل مرة يطيح واحد، قال مثلا أوه. عمار سعداني طف، اخبط، آه، روح، يروحوا لك واحد أوه. في الثقافة طف، روح، اهبط، روح قائد ناحية أوه. طف، اهبط، روح كذا، يبداو يطيحوا فيهم بالواحد يدورولو بهم من بعد هو يلحقوا أوه. ليه هو الأخر، ماشي يروحوا ليه هو طول مباشرة. هو بوتفليقه هو يعرف النظام هو استعان بامريكا استعان بامريكا واستعان ببعض الاجهزه حتى دخل صح. دخل النظام واستعملهم ضد ناس اخرين وهو ثاني يعرف الجماعه اللي راهم دايرين بالتوفيق يدوروا كل ما كل مره واحد كل مره يحولوا واحد كل مره يحولوا واحد لحقوا له هو نهار للحق لحق لحقوا الجنرال حسان وهذيك خلاص ما صاي عرف عرفوا باللي لحقوا ليه فهمت صح. وهو دخل مازال أه. يناور عنده الجماعه راهم عنده ناس رؤساء حكومه راني جايك وباري في وباري هذا الموضوع راني أه. أه. بينجيك في هذا الموضوع غير فهمني غير في واحد الاسطوره خصني نتبع فيها ما الغرب مشي داخل بوليتيك ما فهمتهاش فهمني القضيه تاع فرانكو كابيل وجماعه تلمسان الغرب الصراع بيناتهم هذه ما كاين منهم لي فرنكو كابيل استئصاليين اللي يقول لك آه. زعما استئصالي تعرفهم آه. جماعه التواتي المخ وكاع حسب آه. ما تبعت لي فيديو في يوتيوب وكاع واش بغيت في الموضوع على بالي المهم راه كاين صراحه وما قري حقه خطره ما قري ما قري خطره تكلم عليه قال لهم قب... قال لها ديريكت قال قبايل وقالت <applause> لهم قال <من> لهم هذو زوج اسمع شوف شوف نقول لك الحقيقه كيفاه او الناس اللي تدعم فيهم تدعم فيها في فرنسا وتدعم فيها تدعم فيهم جهات اخرى العدو نتاعهم اللدود هو العروبه والاسلام هذه قضيه نتاع جماعه وجده اسمع هذه قضيه جماعه آه. وجده هذه اغنيه برك اغنيه هما واش يقصدوا بجماعه نتاع وجده يقصدوا بجماعه آه. وجده هما الناس اللي هما كانوا مع بن بلة ومع بومدين و... تسمى هذوك المجموعه هذوك المجموعه كاينو هما ضد الاتفاقيه تاع ايفيون فهمت كانوا ضد الاتفاقيه تاع ايفيون لما جاو هما اجتمعوا في تلمسان فهمت صح اجتمعوا ثم في تلمسان ولما جاو هما على باش يدخلوا للعاصمه كانت معاهم واسمو الوحدات وكانوا معاهم القاده نتاع نتاع النواحي كانوا مجموعه هذو المجموعه العروبيين كاين منهم غير اللي مع على بالوش هذا كانوا يستعملوا فيه كيما نقولوا الناصريين وكاع مجموعه اخرى لايكيين من... بدعم كانت اللي تدعم شوية. فيهم في فرنسا و... وكاين الناس اللي هما ميني. كانت تدعم فيهم امريكا وكذا كان صح. في حلف اللي هو أه... تسمهم هما يسميهم هذو العربيين الناس اللي كان يدعم أوه. فيهم جمال عبد الناصر شمال عبد الناصر كي واه, واه واه على واه واه دعم لحقوا طيارات لحقوا إن درك انت دركا لهذه المقابله نتاع كره القدم بين الجزائر ومصر ويقول لك انا مانيش مصري انا مانيش مصري اخويا انا مانيش مصروه آه. واش يقصدوا هما هما يقصدوا هم هذا التيار العروبي الاسلامي هما ضدهم شوف راهم ضد صدام حسين لانه عروبي ضد القذافي لانه عروبي ضد علي عبد الله صالح في ال... في اليمن لانه عروبي, عروبي. ضد واسمه مرسي في مصر لانه اسلامي ضد مجموعه اسلامي, إسلامي. روح ظل تحوس فيها هما يامنوا كا... هما يأمنوا, هم يامنوا بفرنسا هما يامنوا بفرنسا العروبه والاسلام فهمت فرنسا, فرنسا. اسمهم فرنسا في الانتخابات الرئاسيه راه عندهم المرشحين نتاعهم هما دركا تلقاهم ضد مقري لماذا؟ لانه مقري راهو عنده توجه اسلامي يروحوا قال لك مثلا يخرج علي بن محمد قال هذا عنده توجه عربي نحيه هما راهم ضد الناس اللي عندهم توجه عربي وتوجه إسلام صح. الناس الاخرين اللي صح راهم استاد. درك هما باش تشوف درك انت علاش حمروش أوه. راح هو الوطن لماذا؟ علاش دار الرساله نتاعو هو في الوطن الوطن لي لفرانكو لي فرونكو جماعة فرونكو ويقرب لهم زعما يقرب لهم يقرب لهم لا 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 التأثير تاعهم عارف التأثير تاعهم إعلاميا من خلال إعلاميا إعلام وعندهم ومسيطرين على الإعلام شبكة تاعهم كبيرة بزاف بصح أستاذ زعما هذه ما راهمش مغنتفين ما يعرفوش يعني باللي ما كاينش تاع هذا فاز وهذا يربح لا الدبابة هي اللي هي اللي تقول واه ولا لا, لا. لوني غار الدبابه ماشي صندوق عندهم ما هيش غير الدبابه فهمت الدبابه عليك <applause> الدبابه يجي بالرئيس دبابه لا اسمح لي الدبابة بكري اه دبابه بكري دوكا ما هيش غير الدبابه شوف كاميرا <applause> كاميرا هذه شوف نقول لك كاميرا هذه اللي بتهضر بها راه تعادل صواريخ هذه الكاميرا اللي بتهضر بها دوكا حنا رانا في عالم حنا قضية نتاع الحجة قضية نتاع المنطق قضية هو كيفاش أنت مم. تستخدم هذه تستخدم هذه الوسائل هذه تستخدمها في الإطار تاعها راك تشوف أنت صورة صورة صدام حسين كان عنده الجيش والله ولا والله, والله ما عندوش صدام حسين صح صح باش صح باش غلبوه غلبوه بالإعلام قذافي باش غلبوه بالإعلام غلبوه بالإعلام بالإعلام الجزيرة قاعد تكذب قاعد تكذب جزيرة, أيوة جزيرة تخوض في حرب مم. جزيرة إعلامية كذبة واسمه قطر واش لا يخدموها لا سي كونتر كونتر جمهوريه موز هندورا سوكا اعلام اعلام دوك ما عندك اعلام واعي يكون عندك قناه فضائيه هم كاينين عندهم قناه قنوات فضائيه باش يديروا ول... ك... لماذا أتوارد. لانه راسو فارغ قنوات فضائيه لما لما يكون الناس المستوى نتاع الاعلام ويعرفوا هما الحيل يعرفوا التأثيرات، يعرفوا كيف يمسجوا الصوت، يعرفوا كيف هما يستخدموا الإنارة، ويعرفوا يستخدموا الألوان وكذا وكذا وكذا، يأثروا، ها نحن كنتكلموا بقناة باسمو، بالتليفون، هاتف نقال، ولكن الأفكار والوسيلة نتاع الإقناع أكثر، وتفوت تفوت قنوات فضائية، لماذا؟ لأنه ما عندهمش كيفاش يعرفوا، كيفاش يمروا الرسائل نتاعهم. نشا نشا، راني معك صح 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 أستاذ. استاذ بصح ثاني كان حاجه اخرى زعما هذه المرحله غادي نفوت عليها زعما تروح الجزائر نقولو كانت الجزائر موحده خاصني نشوف ما على باليش زعما دروك كما انا ما كنتش نعرف انا هذا مصابي هذا فلان هذا فهمني دروك نورمال طاي يقول لك عنصريه راهي دايره وجهويه دايره خرجت العالم خرجت العالم موجوده موجوده واه دروك احنا ما عندناش رئيس راه يسير فيها ولا راه كل واحد راه يغني بغناه زعما هالمرحلة المرحله ساهم فيها, فيها. زعما هذه المرحله هذه المرحله, المرحلة زعما تنجم ساهم تقولي باش تقول لي انت يا باللي ما, ما ساهمش هو جات مرحله في المرحله نتاع الفيس مرحله نتاع الفيس احنا عشنا المرحله هذيك نقصت نقصت هذه القضيه هذه نتاع الجهويه نقصت بشكل كبير نقصت بزاف 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 ولكن من بعد طورت والان الان ولات يعني بشكل العالم. انا والله ما نعرف انا ماكش نعرف ما نعرف هذا مصابي هذا الشيء شا... ما كنتش نعرفه من على بالي جزائري جزائري راك فاهمني نعيط له زعما نقول له هذا مستغالمي هدا من المنطقه تاع مستغالي صار شو ولا طائفه تاعه ولا العرق تاعه فهمني درو كلهم يهضروا العروش ومنه هذو صوالح انا بالنسبه لي يخوفوني والله اللي يخوفون بيان سور وهذه اللي احنا رانا نحوسوا على مشروع المشروع انتها والله راضي من الاخر أه؟ نحوسوا على التغيير هذا هو الشيء اللي احنا رانا نفكروا في انه يكون هناك مشروع تاع مجتمع على هذه الافات هذه تغرو <متصفيق> هذه هذه هذي... كيما هذي... هذي... نقولوا تغرو يفوت فيهم فهمتني بيان سور خاصني كاين وما راهم يلعبوا عليها دوكا كاينين ناس مثلا مرشحين هو ما يجيش يقول لك باللي انا أوه. راني ضد العروبه ولا راني ضد الاسلام ولا بالعكس هو أوه أوه. عليها فهمت هو <applause> عليها. لك لا إيه لانه يعرفوا هما هذه المسائل يعرفوا باللي هما عارفين من خلال درك مثلا وسائل الاعلام من بينها الفيسبوك من بينها أوه. الفيسبوك يعرفوا هما ذوك واش هي الاشياء اللي راهم ذوك مثلا تطيري الجزائريين راهم عندهم ناس يفكروا واش هي الاشياء اللي راها تطيري الجزائريين ذوك قال مثلا هنا شوف شحال راه عدد الناس اللي يتبعوا تروح انت قال مثلا في صفحات واحدة اخرى تلقى واحد راهو داير فيديو نتاع قرد يشطح والجزائريين راهم ثم بالعائله تاعهم روح روح تشوف روح روح تشوف روح, روح. يوتيوب 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 يشوف غير يوتيوب هما هما وش يديروا هما راهم ملتينهم بهذيك الامور تاع تضييع الاوقات نتاعهم وأنتاع كذا ونتاع كذا ونتاع كذا, ومتاع كذا. ويبعدوا فيهم عقود باش توعيهم يبعدوا فيهم على المواضيع صح اللي صح هي صح. ترفع من من المستوى الفكري نتاعهم ويبعدوا فيهم على الامور هذيك وشيئا فشيئا تاكد هذا الانسان اللي انت يروح يمشي لك مع هذا سبيسيفيك ويلملو التوقيعات ويروح يمشي لك مع سبيسيفيك وراه معتقد من انه راه هو الرئيس هذا انت ماشي تقول نحكمه بالكتبيات نحكمه في الطريق بالكتبيات ونشعلوا في قرار استاذ هادو 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 البلاد أستاذ أستاذ, أستاذ, أستاذ. استاذ استاذ دقيقه دقيقه استاذ هادو هادو هادو, هادو وجوه هادو كيما نقول الاعلام يتوقت بهم يتوقت بهم راك فاهمني يديروا يتوقت بهم راك تشوف تشوف نكاز به خدموا به خدموا به غايه كاع هاكا اي في الاخر اي روح السلام عليكم مازال خدموا به دالهم داروا داروا قطره داروا بو واحد ما دوك كاين دي جون اخرين اللي درك يروح يمشي بهم وكاين اللي راه استاذ كاين واحد النخبه واحد النخبه طفاهم والله طفاهم انا كنت نتبع في الفيسبوك آه معمر اسمه معمر هاكا اسمه آه آه. معمر بودالي معمر بودالي آه. ماشي ولا ماشي غلط والله ما المهم كاين واحد في حسابات في الفيسبوك اي تعص... مخي عصره يجيب 50 جام اي تدي من عنده الله ونروح تروح في مش عارف واحد حد مش عارف كاتب كاتب قداره كيما نقولوا اني داخله طواليت مليون جام اي هنا تحس تحس باللي إيه شخصنا شخصنا خصنا كيميو تاع مطرق راك فاهم هذه عاد نقول لك آه تبارك الله فيك تاع لايك ترم تاعك لايك ترم تاعك انت آه تبعتك 2008 تبعتك 2008 هاكا تبعتك الله المهم عندي مده تبع كنت جاء. شعرك مكشف <applause> ابيض انا أقلك زمان صحابي صعب يعني مهم كبرت. بارك الله فيك كبرنا في اليوتيوب الله غالب سنه الحياه بصح شو ولا من عندك والله اليوتيوب توجور ندو من عندك توجور اليوتيوب كيما نقولوا نضربوا طلع عليك كان تو كان استاذ زيتوت هكا نضلوا نطلعوا عليهم شويه ندو الوعي ندو شويه أه معلومات هاك وهاك نوعوا شويه روحنا وان شاء الله بلادنا تصلح والله يبعد علينا ولاد الحرام هذا ما كان ان شاء الله هذا الله ما كان مره. والله وان شاء الله ربي يبارك فيك وسمح لنا الله في يبارك فيك ما مرحبا بك في وهران خويا مرحبا بك في وهران الله يبارك اخويا واش الحريره برك حاره والله لا نزوج لكم ما كانش مشكل اربعه مرحبا بك خويا هاي تهلا في روحك شكرا أيه سلامة باي باي ربي يعيشك شكرا آه حمودي اصبر شويه برا هذا حمودي هذا او حمودي شوف انا طلعتك بس المره هذه لازم توري وجهك فهمت جلال جلال عقيده واش بك يا جلال وش آه لازمك دير لازمك تورينا وجهك يا صاحبي انت إيه قاعد تهضر معنا في الظلمه يا يا وجهك صح. يا صاحبي <تصفيق> <تصفيق> يمات ان شاء الله ونوريكم وجهي اه <تصفح> <تصفح> سمعت. اه سمعت في ال... في بيه 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 بيه. اه 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 ايوا تما كتعود في الجزائر تما في الظلمه ومن بعد تخرج للخارج ومن بعد تولي تولي تشعر اللي قال فاكا يستناو اللي قال فاكا يستناو في المطار ثاني اسمع اسمع معليش واش راكم اسيدي لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله الحمد لله يا ربي لك الحمد والله الا سمعتكم تهضروا على على القضيه نتاع المواصفات تاع الرئيس دايرين سبيسيفيك داير كرنفال في دشره وحده يود ودي يا استاذ سبيسيفيك والله ما حتى هذيك الاخرى لابيان اللي كان فيها والله ما هو تاعها ما هوش المستوى تاعها سبيسيفيك ما عرفش يهضر ما عنده مستوى ما عندوش مستوى والله غير سيستم ليتري راسو فارغ مهرج, مهرج. يرحم <applause> والديك يهضر بلغه الشارع لغه القهوه ما الجماعه اللي بانوا يعني دوكا اللي ترشحوا وعليكم السلام واحد خمزة. في المستوى آه. تقريبا ما كانش واحد في المستوى اللي يقود بلاد كيما الجزائر بلديه أنا نقول في فيسي ويا ربي يعطوها له يشدها كيما هذا واش بلديه ما يقدر لهاش. ما يقدر لهاش تغلبوا تغلبوا مش سهله باش تقود شعب مش سهله طوائف كيما الجزائر باش مش سهل ماشي سهله كيما هذا نكاز و ولا لا ثاني اللي شفتها انا شفتها في لاباج نتاع تاع دي زاد هذاك الامير داير باللي يأيد فيه في من يأيد قال باش تعاون يأيد فيه في نكاز هذه لا دانيير نوفال اليوم شفتها ما عندوش الوسم ما يقبلوهش ما يقبلوهش ما عندوش مشه. ما عندوش الشروط كاين الشروط كاين الناس للاسف الشديد ما يقراوش ما, ي... ما يكلفوش نفوسهم حتى قراءه المواد نتاع الدستور راه كاين مواد في الدستور واللي تقدر نقولوا مثلا واحد اللي راهو دوك مثلا هو راهو يحب يترشح ي... كاين مواد فهمت باش واحد دوك لازم يجب هو يترشح لازم اولا أو تاع أو م... جمع تاع التوقيعات لازم كانوا في وقت سابق كانوا دايرين 75 الف الان نعتقد 75 الف دروكا داروا 60 الف دروكا داروا ها 60 الف توقيع والا لازم يكونوا ناس عندك في النواب في البرلمان ولا البلديات فهمت يعطوا الاصوات تاعهم باش في, في, البرلمان في البرلمان دوك شكون هما راهم نتاع الار ان دي الاف ان ما يعطولك ما مستحيل مستحيل تعبوا تفليقه هذو هما راهم غدوه حتى هما دوك في القانون ما يقدرش دوك مثلا نقولوا مثلا نائب والله يمد لزوج ولا ثلاث مرشحين ما ينجمش بالتالي هما ذوك راهم دايرين التوقيعات نتاعهم قال لك مثلا المرشح نتاع السلطه تسلمه بالعافيه باش آه تروح تلم التوقيعات لازم يكونوا عندك 25 ممثل لازم لك في 25 ولاية ولاية لازمك تلم ولاية على الاقل 1500 توقيع خاطر علاه هو قانونيا 1500 1500 ولكن انت كاينه اللي توقيعات الملغات كاين واحد اللي يراهم نقول له يسني لك ب... ويزيد يسني لواحد اخر هما يسني لزوج يلغوا في شي انفورماتيك وراهم عندهم ناس يتبعوا قال مثلا درك مثلا المحضرين راهم هما محضرين هذوك تاع ال... ولا الموثقين ولا ذوك اللي راهم هما يوقعوا عندهم اتصال بيهم على مستوى الولايات مع الاجهزه تاع الامن قال شحال عندك اليوم فهمت؟ اه اه. مثلا في البرج قال شحال اليوم شكون اللي جاك؟ قال جا ممثل حمروش، جا الممثل أحمد طالب، جا ممثل جاب الله، قال شحال لم نتاع ممثل تاع أحمد طالب؟ قال لم 500، قالوا الآخر قال لم 100، والآخر قال كذا. غدوة أنت لما تقول أنت قال مثلا في ولاية البرج، قال أنا نميت 4000 ولا نميت 10000 يقول لك تكذب. وعندهم المعلومات قبل ما تكون عندك أنت عارفين عارفين كل شيء. من بعد أنت درك هذا الإنسان اللي راهو هو داخل هذه المعركة. لازم يكونوا عنده ممثلين على مستوى 25 ولايه ومن بعد انت الممثل او موشي في نهار واحد راه راح يلم لك 1500 امبوسيبل مستحيل 20 يوم وهو يجري 20 يوم وهو يجري مستحيل مع نهار والله العظيم انا يعني في النهار هذاك في 99 ورغم انه كيما نقولوا في المنطقه نتاعي معروف تعرفوني كيما نقولوا الوالد اه. نتاعي كان معلم قران يعني ما كانش واحد نروح ليه ويقلبني ما كانش واحد اللي يروح ليه ويحشمني اه. كاين اللي يروح لهم يعطيني البطاقات هكذا يقول لي اللي كارد ديدونتي دي يعطيهم لي مجموعين تاع مرته تاع ولاده يقول لي هاك وروح دبر راسك دير واش حبيت ومع <applause> ذلك ويعني مش بسهوله باش تلمهم فهمت؟ ماشي سهله آه ماهيش سهله 100 ماهيش سهله شفتها انا شفتها هذه الطريقه. ايه مش بسهوله كاين ناس على بالك انت كي تروح انت الولايه احسب ترى غير كل يوم برك كل يوم في ولايه احسب شحال عندك 25 يوم. هذا مستحيل. كي تضرب كل يوم برك في ولايه توقيعات ما تقدرش تلمهم هذا هذا جنرال غديري والله لو كان ما يوقفوش معاه الناس بالهاتف يعني قال مثلا مجموعه هذو نتاع راس وهذو الجماعه نتاع اللي كانوا في الجيش مستحيل. ويعني يمشيوهم وكذا يمشيو معاه يعني باوامر والله مستحيل. مستحيل. العظيم ما يلم التوقيعات راني يعني نحلف لك بوالله ما يقدرش يجمع ما يقدرش يجمع بن بيتور ما يلمش التوقيعات في 2014 والله الا سي ما لمش التوقيعات، ما عندي, عندي معلومات رسمية على بالي قال ننسحب احنا صحيح ما كملناش النصاب في طمر راس ديك الساعة صح قال ننسحب لا لا واعرة، أنت أنت لميت التوقيعات أنت أنا جمعت إيه، بصح ما كملناش النصاب لا 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 إن... يعني كي شغل المعلومات العملية جمعت 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 ما يهمنيش العدد ما يهمنيش العدد حتى إيه لا لا إيه. انت راك لميت التوقيعات راك شفت العمليه باللي مش سهله ماشي فاصي ماشي سهله والله ما هي سهله إيه. كاع باش تصادق عليهم ماشي سهله استاذ سهله باش تصدق عليهم برا. ايه تروح انت شوف نشوف ان كاين بعض الشباب اللي ربما ما على بالهمش قال مثلا في سطيف نعطيك كمثال برك قال في سطيف وكنت انت لما تهبط لسطيف راه عندك ممثل ثم في أه. سطيف سطيف هذه راه طويله وعريضه أه. عندك قال مثلا زوج ولا ثلاث موثقين راهم ثم في المنطقه تروح انت تمشي قال تدخل الحانوت السلام عليكم وعليكم السلام قال والله العظيم احنا رانا نلموا توقيعات الفلان اه اخويا واش 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 ديروا بهم التوقيعات يقول لك والله العظيم رانا نحوسوا فيه على جال باش نعاونوه هكذا يترشح الانتخابات الرئاسيه اه واش المطلوب يعني باش توقع لنا والله يقول لك اوكي نوقع لك الورقه يقولوا بصح الورقه هذه ماشي يت... توقع لي هنا برك لازم تروح للنوتر <applause> اه يقول اخويا لا لا <applause> انا مش نروح معك النوتير الخدمه بل... نتاعي يعني. انا ولا نو ما نروحش انا وفيها كاشيرون يخاف يخاف اعطيني البطاقة. البطاقه اه ايه ايه نعطيك البطاقه ايه انت ولا غربي ديكتي تي وتقعد انت كيفاش انت تمشي باش باش انت تمشي كاين الناس اللي هما يديروا يرشيو خمسة يروح قال مثلا كاين محضر قضائي ولا موثق ولا تاع رشوه يروح قال ودي يشوف نقولوا مثلا يشري قائمة انا قالها لي والله العظيم هاني نقولها بالصوت وبالصوره اقسم بالله غير قالها لي الممثل نتاع جاب الله في 99 راني نقولها والناس تسمع في 99 شافني انا المفتوقعات في التوقيعات ومنه ومنها جا لي قال لي سي محمد انت راك تلم في التوقيعات و... يعني اش ما تديرش كيما درنا هنا متوش درت ما توش درتوا نتوما قال لي احنا رحنا للموثقين ثم دينا له القائمه قال لي زها ثم بسلمه بالعافيه. اه خلاص حزب اسلامي يا سي في 99 كان اسلامي اسلامي ولا لو... ايه كيجمع شحال هما قال مثلا محضر ولا موثق والله ذيك كي يعطي له كميه قال كذا وكيما هما قال الضروره ضرورات تبيح المحضرات. تبيح وروح أه. واخبط. وجماعه كاين اللي يديروا هكذا يروحوا هو المحضر القضائي ولا هذا انت رايح تترشح للرئاسه تطلع بالرشوه انت رايح تغير انت ما بني على باطل فهو باطل مبنيه على الباطل من الاول ما تبدلش بدل روحك ومن بعد بدل مستحيل كما قلت مستحيل والله الا مشكل كبير هذا هو المشكل اللي رانا زيد التالي هذاك تاع تاع غردايه هذاك اللي ترشح عسكري لاز ليكس ميليتار هذاك على بالك واش من في شهر شهر اوت وقيلة ولا أو جويلي ريحت معاه وش كثير غاية هو مقصرين هاكا احنا ثلاثة ولا معاه هو بدا يعطيني في قلت له غير ريح انت وراك رايح كنت اشكرك معروف في المنطقة تاعك ماكش معروف هو في غير غاية مش معروف معروف في الكارتي تاعو عن معروف عند العرش تاعو مش معروف عند الناس انا ولد يوماً وما نعرفوش بيرسون كيما يقولوا الا درني عرفوني وعرفوني جماعه بحكم للاسف شديد خرج الاخ احمد من غردية الاخ عز الدين قلت لي زوج دقائق صاحبي اتصل فهمت اتصل اتصل ما راكش موجود في القائمه الاخ عز الدين اذا كان عندك مشكله والله هذيك حاول تخرج ديت دير ميزاجور لابليكاسيون تاعك تاع الفيسبوك لربما كش ما راهو عندك مانع والله وما فيش مشكله اروح اذا كان كاش ما حبيت تضيف شيء والله هذيك ما حتى مشكله انا بالعكس انا راني فاتح هذا المجال على جال باش نتناقشوا نتحاوروا انا لو كان عيني راني نتكلم وحدي لو كان راني داير تسجيل نتكلم وحدي وخلاص ساعه ساعه هكذا ندخل واحد كاينين الناس اللي هما دوك مثلا انت ما يخليكش تكلم لماذا لانه هو يمتلك معلومات وراه قال مثلا عنده سلاسه في التعبير وما شاء الله عليه تتقعد تسمع ولكن كاين بعض من الناس اللي هو ما راهو فاهم فيها حتى حبه ويجي يحكم لك وقتك وربما يبدا يمد في معلومات غلطه وماش مساله نتاع تاع قال نتاع رايي والله يا ودي الناس راه بلعت فهمت انت في الانترنت يجي انت مخبي لك وجهه ويتكلم لك انت ويمد في معلومات خاطئه للناس والناس حنا راهم يعرفونا فهمت راهم الناس يعرفونا منذ سنوات هاك تشوف السيد اللي كان يتكلم من قبل ناس سنوات والناس راه تتبع فيك وكذا وكاين الناس اللي راهم هما يحبوا يجيوا لانه راهم يعتقدوا فيك الخير ولانه راهم حاسنين الظن بك ولانه راهم عارفين باللي راك ماكش تكذب عليهم راك تعطي في معلومات صادقه وكذا 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 وكذا, وكذا, وكذا ويجيو على هذا الاساس لما كنت يجي دوك انت يجيك واحد هكذا يجي قنبر ويجي يعقب بك الوقت واللي انت الناس يقول لك لا اقول لك اخويا آه انا نحوس نسمع الكلام حتى انا والله العظيم كاينين الناس اللي يكتبوا لي وكاين الناس اللي يتصلوا بيا قال لك حبس قالوا لي باللي حبس هذا البث المباشر والله رحنا ماذا على جل باش تتكلم وحدك دير تسجيل فيه 20 ولا 30 دقيقة ما نحبوش نقعدوا احنا ساعة وساعتين، دير تسجيل فيه 20 ولا 30 دقيقة، وأعطينا كيما يقولوا الزبدة، وهذه هي، لكن أنا نحوس على جال باش هو أنه نستفادوا من بعضنا البعض، وحاب هو أنه أيضا نفتحوا هذه الخطوط نتاع التواصل مع بعضنا البعض، لأنك لما تكون أنت غير تتكلم فقط والناس راها تسمع، تولي تسمى تلعب في دور تاع الأستاذية هذيك. فهمت قال أستاذ أنت راك صرت أنت أستاذ وصرت أنت تدرس للناس وكذا أنا نحوس هو أنه نتشاور مع خاوتي نحوس هو أنه نتبادلوا الآراء مع بعضنا البعض ولذلك نطلب من الإخوة مرة على مرة باش يتفاهموا هذه المسألة الأخ يحيى والله يحيى قلت لي باللي هل سيقال أو يستقيل ويحيى في الأيام القادمة يعلن ترشحه ويحيى راهو ماشي مع بوتفليقه فهمت ما أن يترشح اذا كان هو بوتفليقه راهم رايحين فهمت المؤشرات اللي راها موجوده كلها تؤكد البقاء نتاع النظام كل المؤشرات هما الان راهم عندهم عده مخططات فهمت؟ اخ عبد القادر صبرني شويه دوك نقرا التعليق تاعك فهمت؟ هما عندهم مخ... مخ... عده مخططات انا راني درت تحليل منذ ايام خاصه بعد ما داروا هذاك ال... البيان تاع وزاره الدفاع عندهم ثلاث سيناريوهات السيناريو الاول راه مشاو فيه هو اجراء الانتخابات في وقتها وبوتفليقة هو الرئيس حتى ولو أنه ميت ماشيين فيه باش يغيروا يروحوا يمشيوا هما للسيناريو الثاني ولا السيناريو الثالث كاينه شروط السيناريو الثاني هو انه باش هما يديروا يروحوا للمرحله الانتقاليه هذه لازم لها ضغط شعبي بمعنى انه يتحركوا الناس على مستوى الولايات ومثل ما راهو كان يقول قبيل الاخ هذاك نتاع اضراب واسمه عصيان مدني وكذا ويكون فيه تحرك على المستوى الوطني يعني كاين فيه ضغط شعبي في هذه الحاله هما يستعملوا الاحزاب عندهم المخطط ب عندهم الاحزاب تاعهم هذو عمار غول ودون هو ان نضل نذكر في في الوسم تاهم ويروحوا الى اللي راه مسموها ندوه ويمروا المرحله هذيك يتسمى شغل اللي يديروا تغيير تاع بلعيط فهمت والسيناريو الاخير هو الوفاه نتاع بوتفليقه الوفاه نتاعو او الجماعه هذو اللي راهم معاه يلقى يتصالح وترطاق وكذا اقتنعوا باللي خلاص باللي يودير الله غالب يعني ما لقينا ما له بالتالي عندهم البديل ممكن ويحيى في السيناريو الثالث يظهر فهمت السيناريو الاول اذا هو بوتفليقه بوتفليقه ماشي ولو في بلونكار هذا هو السيناريو الاول تاعهم الان هما راهم قطعوه خلاص هذو درك ويحيى هو راه اعلنها عشرات المرات باللي راهو مع بوتفليقه راهم يطالبوا فيه علاج باش يزيد ويستمر والاحزاب نتاعو عمار غول واحزاب اخرى درك تشوفهم بين ايام في لجان تاع المسانده وتحركات وهاي صارت عمليه ارهابيه في المكان الفلاني وينوضوا البغا هذيك نتاع الارهاب ويبداو يحركوا في بعض المواضيع نتاع الحركه وامور تاع التاريخ وانتاع كذا اللي تحرك قال اسكت انت ولد حركي قال انت يا باباك حركي قال كذا ويمشيوها هما اذن المخطط الاول نتاعهم راهم مشاو فيه راهم مشاو فيه وراهم رايحين غير كون كاني اخ عبد القادر متفق معاك الاخ عبد القادر اي أيوة ولكن وراهم وراهم احنا راهم كيما يقولوا الاصوات نتاعنا بحت الله غالب راه الواحد والله العظيم انا شخصيا لو كان لقيت الناس اللي راهم يتكلموا والله ما نقول كلمه الله غالب راه الواحد يسعى <سؤ Lyn tuh> اخ, <estratég flush> أخ بلال عنده سبع واحد <سؤال uno> <سؤال uno> قول عنده سبع رواح تبون مرفوض الاخ حمد تبون مرفوض فهمت تبون نوضوا عليه غباره مباشره لما هو ذكر فرنسا وذكر لا فيجري وذكر المو... في المسجد هذاك نتاع المحمديه نوضوا له حداد ونوضوا عليه بغا وبالتالي هو مرفوض فهمت مرفوض وحتى هو ما يقدرش آه راني قلتها في تسجيل آه سابق هذا الناس اللي هما دوك راهم هما في النظام موظفين ما يقدرش درك هو ينافس بوتفليقة فهمت ما ينجمش هما دوك اذا كان المجموعه هذو اللي راهم دركا في السلطه القايد صالح وطرطاق والجماعه نتاع الرئاسه راه الحرس الجمهوري وكذا وبين واسمو هذو المنظمات اللي راه تمشي معاهم وهذا نتاع الارباب المال بالاضافه الى انه عندهم ناس راهم في الخارج فرنسا ولا امريكا راهم يتشاوروا مع بعضهم تاع هذيك اللقاءات اللي كان يدير فيها واسمه السفير الامريكي هذيك وش هي هذيك راها قالوا دي كيفاه فهمت قال السفير الامريكي عيط لبن فليس واش راك لاباس صافا بخير لاباس والله المقروط نتاعكم اخويا في الجزائر ما شاء الله بقلاوه اروع او تي تاعكم والله هايل أيام بعد واش يا سي بن فليس واش راهم قالونا بلي راك راح ترشح الانتخابات من فليس يقولوا والله العظيم ودي صح راني نهوس نترشح ولكن الله غالب راه ما عنديش دراهم والله غالب ما كان حتى مشكله لا نقدروا نشوفوا طرحنا مع علي حداد ولا فهمت والله مع ربراب والله مثلا هكذا ولا ما كان مشكله لا كان القضية قضيه نتاع دراهم وما نشوفوا شوفوا انسان قال مثلا راه نتاع ماده ولا راه نتاع كذا ولا نتاع كذا في المقابل قال في حالة ما وشوفوا راهم يتستيو راهم دوك هذاك امريكا سفر تاع تا فرنسا سفر تاع روسيا سفر تاع الصين كلهم راهم عندهم هما ثم دي زونتان ويشوفوا بالاضافة الى انه راه كاين جمعيات كاين قنوات فضائية عندهم لي ريزول اللي راهم بالاضافة الى انه دوك انت كيما الامريكان راهو عندهم الفيسبوك فيسبوك دوك راهو يعرف جزائريين راهم دايرين قال مثلا دي بسيكولوغ ولا ناس هكذا مختصين قال شوف راه عندهم اللوحة قدامهم شوف الجزائريين دير صورة وشوف ترى ضد الفعل نتاعهم كيفاش دير فيديو وشوف ردود الفعل نتاعهم كيفاه وعلى بالهم حبو قال يوجهو كي اللي راهو حاكم الفولو وقال دور منا دور منا هاك تشوفو في البيبليسيتي البيبلي بيبليسيتي برك لما انت تروح تسلك ببليسيتي بالدراهم قال مثلا على حساب والله يطلعوا لك في مليون في سمانة تطلع برق اون فوا تحبس الـ تخلص الوسم هذيك لا هذيك يبلوكي الكونتاكت شوف رشيد نكاز هذاك او الحق قال مليون والله وسمو بعدهم بلوكي دوك لو كان يزيد يدفع يزيد يعاود يطلع وهكذا وكاينين اللي هما يعاونوا فيهم عاونو فيهم عندهم هما دوك عن طريق الارقام نتاع الاي بي قال مثلا في منطقه معينه والله راهم عندهم يحبوا هما مثلا يوجهوا مثلا تسجيل ولا صوره ولا مقطع فيديو يوجهوا قال مثلا للعاصمه عندهم الارقام الاي بي عندهم الناس اللي يدخلو غير هو يدخل برك يلقى في لاباج تاعو قال تسجيل تاع فلان انت في المقابل قال لك مثلا هذه صفحه نتاع المصالحه الجزائريه لما تبحث ما تخرجلكش فهمت لا في محرك البحث ولا في البنت تكتبها واسمها يتخرج هكذا تخرج لك هكا خاطر علاه الخطاب نتاعهم ما يخدمكش ما يخدمهمش توجه هذا اللي انت راك حاب نتا توصل ليه ما يخدمهمش هذا هو الاخ بلال تبون عرفوه جربوه في القضيه نتاع واش سمو شافوه باللي اه تحدث على الموضوع هذاك تاع الفساد فهمت؟ قال حبس عبد الغني الهامل كيف كيف شافوه قال مثلا تحدث في الموضوع هذاك نتاع الفساد ومنا قال حبس ذكرهم راهم كاين بعض من الناس اللي يقول لك هو بنو على بالي على بالي بهذه المسائل انا هذا ولد تبون على بالي بيه من نعرفه من من اللي جيت نعرف كان واحد نعرفه كان يقرا معاه <applause> ماشي حاجه جديده عليا صح أحكيلي لي عليه هو جي على وسمع حكي لي على عبد الغني الهامل هو مشي على بنو عندهم عدة مرشحين الأخ سيف عندهم عدة مرشحين ما عندهمش غير واحد هما درك الجماعة اللي, اللي راهم حاكمين راهني قلت لك المخطط الأول نتاعهم راهو واضح وعندهم مجموعة واحدة أخرى شوف نقول لك شفت العدوى الريفية مرات تلقى زوج ولا ثلاثة من اجل خدمه واحد فهمت قالوا يروحوا الاول هذا كيدير البروميتور هذاك يشعل فيهم النار فهمت باش الناس تتعب والاخر راه من لور راه يراقب راهو يمشي 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 من بعد الاخر في الدوزيام تور يخرج الاخر في الطروازيام تور يخرج والاخر ذاك ذاك والاخر ذاك من بعد الاخر ذاك بعد ما يمهدوا له الطريق يجي هو في ال500 متر الاخر هذيك والله ويسحقهم هكذاك الانتخابات الرئاسية ذرك هما علاش ذرك هما راهم قال مثلا من نهار الأول قال ها هو بوتفليقة يترشح أو ما يترشحش هما مخليينها باش تبقى الناس في حالة ترقب كاين ذرك مثلا قال مثلا شخصيات قال ذرك هما أنا ما نترشحش مادام راهم مازال مرشح نتاع مازال ما عندوش إلا بوتفليقة هذا راهم رايحين يرشحوه ولا ما يرشحوش بالتالي أنا ما ناخذش موقف وكاين اللي راهو يقولك يقول لك انا لو كان نعلن يعني الترشح نتاعي ومن بعد لما هو يعلن واسمو يعلنوا يعني يعني باللي بوتفليقه راهو ترشح مع انت باللي تنسحب والله تكمل هو انت ما على بالك خلاص قضي الامر بالتالي هما ما يدخلوش فهمت المساله وين راها راهم قاعدين يتبعوا وكاينين الناس اللي هو على باله وراهو داخل مش على جلب شي نفس بوتفليقه داخل من اجل باش يدي 5 ملاير ولا 10 ملاير وكاين اللي راه داخل على مستوى الولايات كما كنت نقول من قبل داخل من اجل الجلب باش يكمكم وباش يغمس وباش يشمشم فهمت في الولايات كل واحد كيفاه واحد يشمشم مع رئيس البلديه واحد في اللجنه واحد في الولايه وكل واحد كيفاه وهذه هي ما مش داخلين على جلبش انت هذا درك هذا سبيسيفيك هذا داخل باش ينفس بوتفليقه يا ودخل على جل الملاير هذا داخل هو في باله يروح يدفع 200 مليون ولا 300 مليون قال ودي يخسرها في التوقيعات هذه والله ويشوف ناس هكذا والله ومن بعد اذا كان قدر هو يجمع التوقيعات هاو ضمن 5 ملاير فهمت ضمن 5 ملاير وعنده في السيفي نتاعو قال هاو ترشح للانتخابات الرئاسيه وهذه هي كاينين اللي راهم داخلين على هذا الاساس ما هو داخل لا ينافس لا بوتفليقه ولا غيره داخل من اجل جمع بعض المليارات وهم كاينين اللي راهم مولفين كيما دوك هذاك تواتي وهذاك رباعين والله مولفين بها تما في كل مره هذه هي هذه الخدمه نتاعهم في كل خمس سنين يخرج عنده يدير فيها كميه ويروح أوا هاداك مرشح حر واش من مرشح حر هذا أخ موسى هو لا مرشح حر لا معاه جماعة مجموعة من العلمانيين فهمت مجموعة من العلمانيين وراءهم مجموعة من التوفيق في الداخل وفي الخارج فيهم صحفيين صحافة فهمت صحفيين فيهم آآ فيهم ناس حتى اللي يشتغل في قنوات فضائية فيهم ناس اللي راهم يعني جهات خارجية ويراهنوا مش غير عليه هو برك هو وكاين ناس اخرين كاين من فليس عندهم عندهم ناس اخرين راني قبلت تحدث في هذا الموضوع ايه كاين كاين اللي يظهر هو شهرين تبان شهرين نوروبو فهمت راهو خدام هو في شركه والله في اداره والله فرصه يقول لك هو على جال باش ندخل أودي الله يهديك الاخ الكريم قال له واش رايك في رشيد نكاز رشيد نكاز يهضروا عليه الناس يا الاخ عقون راني قلت لك قبيل اخ عز الدين عقون راني قلت لك قبيل راك ما تقدرش تدخل راهو بين بلي عندك مشكله في الخطه نتاعك الا كنت دخلت انت قبيل معايا آه وتكلمت الآن دركا مكانش الخاصية هذيك نتاع باش نطلعك مكانش ماشي موجودة، وكان جات دركا راه حاجة اللي راني نتحكم فيها أنا نطلعك أنا راني نحوس على باش نسمع الرأي نتاعك باش نستفادو من بعضنا البعض، مكانش، حاول اخرج وعاود دير الميزاجور بالك لا ربما راهو كاين مشكل في الخط تاعك وحاول هو أنك تغلق صفحات أخرى ربما راها صفحات مفتوحة. ومن بعد لعل الله تطلع او الاخ هذا وعنده عنده دوك قدام من يوم ويحوش يدخل ومن بعد دوك ما يبانش واش دار بالك بدل الهاتف الله ذاك البارح عيسى نفس الشيء دوك اللي راهو دوك هو عنده مشكل من عنده واش راح ندير له انا ربي يبارك فيك الاخ عيسى فهمت الاخ الكريمه اخ عز الدين ما, ما عندي حتى مشكله ادخل فهمت ماذا ذبينا على جال باش تشاركنا اخ جلال العقيده منين الاخ جلال من منين من طنجه ولا من ممكن 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 الاخ موسى بصح قريت بعض التعليقات والله ما على بالي كاين بعض الاخوه اللي ساعة ساعة يتبعونا اذا كان فيه مجموعه من المتقاعدين آه متقاعدين هذو راهم يختلفوا فهمت كاين متقاعدين وكاين معطوبين وكاين الناس المشطوبين هذوك اذا كان فيه مجموعه اللي يعرفوا هذا الغديري هذا خاطر قريت بعض التعليقات آه منهم الناس اللي ينتقدوه وممش ممش معاه فهمت لانه هما يعتبروا نفوسهم من انه تم استغلالهم في مرحله من المراحل ووعدوهم على جل باش لهم الوضعيات نتاعهم وما دارولهم والو اذا كان فيه بعض الاخوه اللي يسمعون يسمعوا فينا كش ما كاين واحد من الاخوه ولا اللي دي يحب يدير مداخله فيما يتعلق بغديري هذا يفيدنا بكش معلومات ان شاء الله الاخ بو تخيل والله ان شاء الله نديرو عليها برنامج هذيك فهمت شوفوا نديرو عليها برنامج ان شاء الله هذا وعد مني ان شاء الله وإلا كنت تحب تدخل تفيدنا بالراي نتاعك مرحبا بك على جال باش ان شاء الله بلاكش ما تزيد تنورنا كش ما تعطينا معلومات والله ديك فيما يتعلق بهذا النقطه وان شاء الله نديرو عليها برنامج يعني نفردو لها موضوع ونناقشوا هذه القضيه نتاع ما فيش مشكله والله ما اخاز الدين راني قلت لك فهمتك راني قلت لك قبيل بلي انا مع الفكره نتاع تغيير حقيقي مش تغيير الاشخاص انا كنت من المساندين لاحمد طالب الابراهيمي في 99 الان ما نمشيش معاه صافا ماشي قضيه نتاع اشخاص قلت لك اقتنعت بلي لابد من تغيير جذري تروح تجيب انت اي شخص ماشي قلت دمبري ولا اي شخص واحد اخر تروحوا تجيبوا تحطو نتايا في مكان بوتفليقة ما راك راح تغير والو كنت بروح قبيل كنت تقول لي فيها تروح نتايا مؤسسات مؤسسات راني قبيل جبتها في بداية الحديث نتاعي قال مثلا في المنطقة نتاع بازا وزيرالدا ومع هنا كاين منطقة ثم قال منطقة سياحية واحد متلمط ثم متلمط على الفنادق وعلى السياحة في المنطقة هذه ومفرخ فيها تروح للتربية نفس الشيء مديرية التربية مفرخين تروح المديرية نتاع النقل مفرخين المديرية نتاع الترب... الشؤون الدينية مفرخين في جميع المديريات على المستوى الوطني نتاع الصحة نتاع الإعلام في كل المجالات في الجمارك في كل المجالات في الرياضة فرخين فكنت لما يجي واحد شخص يجي هو مهما كانت النزاهه نتاعو والنظافه نتاعو هاوك مثلا قال مثلا مدير مدير نتاع تربيه والله قال مثلا مدير ثانويه نبسطوا الامور خلاص قال مثلا مدير ثانويه في منطقه معينه الاساتذه خارجين ضده المراقبين خارجين ضده وش يدير هو يحطو انت تروح تعينوا ثم هو الناس راهم مولفين ومجريين ومفرخين ثم كي انت تنحي ذاك المدير راهو قال مثلا كان مدير الى حد ما قال ضعيف في الشخصيه والله 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 وقال ودي تجيب واحد شخص قال صنديد عنده شخصيه ما شاء الله وانسان مثقف وواعي ومتكون الى غير ذلك وتحطه انت ثم وش رايح يدير مثل هذاك الشخص اللي انت تدخله في حجرة والله في غرفة قارب و نتاع افاي ما راه رايح يدير والو رايحين يلدغوه فهمت نفس الشيء فيما يتعلق بالرئاسة دوك انت تعتقد في شخص قال مثلا تعتقد فيه الصلاح ولكن راه وحده ما يدير والو الشيء اللي يدير هو الوعي هي القناعة المشتركة الوعي العام لما تكون هناك يعني قناعات مشتركه ووعي عام قال مثلا هاو المشروع اللي يليق بينا والناس له يكون كقناعه الناس له فيما بعد هذاك الشخص اللي راه رايح يجي في المديريه ولا في الوزاره ولا في المجلس الشعبي الوطني ولا في الرئاسه هو راه رايح يجسد هذاك المشروع اما هو انك تجيب لي انت اشخاص ما راح تغير والو ايه ايه الاخ فركوس ايه ايه من بكري من بكري من بكري جراو وفرخو راه مفرخين في في كل مكان لذلك اي شخص هاو بوتفليقه لو كان عنده عشرين سنه عشرين سنه ومعاه أو أو ما صحت وراحت فهمت ما تقدر دير والو اي شخص يجي في المكان تاعو ما يقدر يدير والو او زروال عسكري زروال او عسكري وهاو من الجماعه كيما نقولو من الاول وهاك تشوف فيه جيب لي هذا هذا غديري ولا واش راح يدير ما يدير والو قال له درك راه شفت بعض التعليقات هذا قال لك يطالب وفيه لقاء وقيله وراه ينتظر وقيله في الايامات القادمه راهو رايح قال يدعمه يا ودعم من قبله واسمه بن فليس وراه وصل له. يدعمك زروال والله يدعمك بومدين والله يدعمك بن مهيدي ما فهمت الان مطالبين هو انه يكون هناك عمل جماعي هو انه الناس تمشي للمستقبل بمشروع مجتمع لا اقصاء فيه هذا الشيء اللي مطالبين به اما تمديد هذا النظام باشخاص هذا راه رايح يزيد يعكر الاجواء وراح رايح يزيد يدفع الى مزيد من الاحتقان وماشيين للانفجار الحل الاخ ما مبروك راني قلت حل الحل الجماعي فهمت حل الجماعي هو ان الناس تلتقي على طاوله الحوار وتمشي واحدة واحدة فهمتش الكلام الاخ فيصل يبدو انه خانك التعبير شكون اللي وصي على فرنسا الله يهديك لعود فرنسا اللي وصي عليه ربما خانك التعبير اخ موسى ماهيش قضيه تاع تغيير اشخاص ولا قوانين قوانين حتى هذه القوانين اللي راها موجودة هاي قوانين القانون هو مش هو اللي يبني الطيارة والله يخدم الطريق والله يخدم مستشفى قانون هو مسألة تاع تنظيم فقط تنظم به الأحوال تاعك فهمت اللي تغير تتغير الأساليب تاع التسيير تتغير العقليات تتغير المفاهيم تتغير السلوكات فهمت هاك تشوف انت مثلا قال شخص جزائري نعطيك كامثله من الواقع جزائري راهو في الجزائر قال مثلا يدخل هو مولف هو انه يدخل هو للبيس راهو هز معاه يدخل واحد ما يهضر معاه راهو يتكيف يتكيف ثم يخرج لما يخرج للخارج هو يطلع في البيس ما راهمش رايحين الناس يقعدوا يشوفوا فيه رايحين يفرضوا عليه واقع باش يخرج هو من البيس هذاك ولا يطفي الدخان تاعو واش تغير تغيرت العقليه نتاع الشخص هذاك تغير السلوك تاعو حنا مطالبين هو انه يكون هناك تغيير في مجالات مختلفه مش فقط هو انك انت تغير شخص دوك انت مثلا تهز بوتفليقه تنحيه وتجيب شخص ثاني عبد الحميد بن باديس تحطوه ثما ما راهو رايح يغير والو لازم تغيير نتاع ذهنيات تغيير تاع سلوك تغيير تغيير تاع عقليات ولا شك هو انه تغيير تاع النظم تغيير تاع قوانين كاين قوانين اللي هي تغير او قوانين جديده اللي ديرها كاين اشياء اللي قال مثلا تولي من الضروريات ولا من المسلمات في كذا هاو نعطيك كمثال انا دوك مثلا انا لحد الان ما عنديش جواز سفر تاعي يا هل ترى كاين قانون اللي يمنعني انا من جواز السفر ما تروح مواطن جزائري له الحق في التنقل وله الحق في التعبير وله الحق في ال ولكن شكون اللي جسد هذا اسمو تليفون قال شكون هذاك السيد هذاك اه هذاك اللي راه يقول كذا وكذا 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 ما لوش فهمت ولما هما يحبوا قال اعطيو له القدوه يجيو ناس والله واش يولي تغير تغير القانون ما تغيرش القانون تغيرت العقليه تغيرت الذهنيه فهمت تغير ربما شخص بالتالي درك انت لما تشوف انت المساله هذه نتاع التغيير ماهيش قضيه نتاع قال مثلا تغيير اشخاص والله ماهيش ماهيش قضيه تغيير تاع ذهنيات تغيير تاع عقليات أو فيما بعد دوك انت لما قولوا مثلا دوك غدوة القوانين ولكن القوانين هذيك تحترم فهمت لما يكونوا ناس قال مثلا اكفاء وناس نزهاء تولي القوانين هذيك تحترم وتولي الناس تطبق القوانين هذيك فيما بعد انت تغيرت الذهنيات نتاع الناس تغيرت السلوكات نتاع الناس وحنا محتاجين لهذا التغيير تغيير في الذهنيات في السلوكات والى غير ذلك قضية أنت أنك أنت تجيب شخص تستبدله بشخص ثاني أو تجيب قانون تستبدله بقانون ثاني ما غيرت والو مطالبين بتغيير الذهنيات بتغيير الاستراتيجيات بتغيير السلوكات وإن شاء الله وحدة وحدة خطر التغيير هذا لا يبنى في بين عشية وضحاها واش نقول لك الاخ الكريم الاخ ابراهيم ربي يلطف به وخلاص هذا ما نقدر نقوله المهم الاخوه والاخوات اتمنى هو ان راني افدتكم من خلال هذه النقاش آه، ان شاء الله نلتقي في فرصه واحده اخرى السلام عليكم